بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم مباراه كره السله رجال الاهلي وسموحه في الجوله الرابعه لدوري السوبر موسم 22-23. المباراه ستقام في تمام الساعه 6 على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. يقود طبعا النادي الاهلي مستر اجوستي بوش، يقود ايضا نادي سموحه كابتن فادي. اذا المباراة يعني سموحة كان لها فوز واحد من ثلاث مباريات والأهلي ثلاثة فوز، فإذا المباراة لن تكون بالسهلة. في غيابات في نادي سموحة للإصابة وأيضا في غيابات للإصابة في النادي الأهلي. هنستعرض كل ده مع ضيوفي اللي برحب بيهم في البداية. برحب بكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ورئيس قطاع الناشئين والناشئات بنادي الأهلي السابق وعضو لجنة انتقاء المواهب الحالي بنادي الأهلي. أهلا بيك يا كابتن طاهر. أهلا بيك وكل سنة وأنتم طيبين وجمهور الأهلي كله طيب وقناة الأهلي بالذات على تغطيتها الشاملة لكل الألعاب. وحضرتك طيب يا كابتن، وبنرحب بكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر وهداف بدورة لوس أنجلوس الأولمبية وايضا عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي في النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن محمد. اهلا بيك كابتن هيثم، فرصه سعيده ان احنا مع كابتن طاهر ومعاك في اليوم الجميل ده ان شاء الله. كابتن سلعاوي، ابتدي بحضرتك، يعني النهارده مباراه يعني ليها اهميه للفريقين، يعني شايف ازاي اهميه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي وشايف ايضا اهميه المباراه نادي سموحه ازاي؟ هي طبعا مباراه من ضمن مباراه الدور دوري السوبر رايح جاي. المباراة دي الرقم 4 بالنسبة للنادي الأهلي. النادي الأهلي استطاع يكسب 3 مباريات السابقة، ونادي سموحة خسر مباراتين وكسب مباراة. فدي أي مباراة كرة سلة ليها حساباتها بالنسبة لكل مدرب. أعتقد أن النادي الأهلي مدرب أوغوستي حاططها ضمن جدول الإعداد لنهاية الدور الأولاني مع الاتحاد السكندري اللي هتقام يوم 30 على أرض النادي الأهلي، المباراة الأولى، ودي من ضمن خطة الإعداد. واعتقد برضو مدرب سموحه يطمع ان هو يقدم مباراه كويسه او يكون في حته كويسه بالنسبه في هذا الجيم. كل مدرب من الاثنين هيحاول يطبق نظريته او يطبق اهدافه اللي هو بيعد فرقته عليها. كابتن طاهر، شايف المباراه مهمه ازاي للنادي الاهلي في ظل الغيابات اللي موجوده من الاصابات وايضا للاعداد المستمر طبعا، لانه هو موسم السنه دي موسم ممتلئ بالبطولات. شايف اهميه المباراه النهارده؟ هي اهميه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي في ان هو بيجرب ناس من مجموعه من الناشئين اللي ممكن تساعده في يعني زي ما بيقول الاوقات العصيبه في الماتشات الجامده. لان طبعا اعتقد ان دي سياسة أو المعتقد بتاع مستر أوجستي إن هو باستمرار يعتمد على الناشئين في الماتشات اللي هي في أول الموسم أو في الماتشات اللي ممكن تدي الولاد أو اللعيبة الجديدة دي ثقة في إن هم يأدوا اللي عندهم، بالذات في الماتشات اللي بتبقى في ملعب النادي الأهلي. نعم، لان بيبقى في ناس يعني كتير سبورت ليهم في لما يكون بيلعب في ملعبه اللاعب وفي وسط الجمهور وبتاع، بيحس باريحيه يطلع اللي عنده وبالذات بقى يعتمد عليه في الثقيل. لان يعني الماتش النهارده ما اعتقد سموحه بردك عنده اصابات كتيره مش قليله. صحيح الاهلي عنده اصابات بس بردك سموحه عنده اصابات في عدد من النجوم بتوع سموحه، وبيلعب بردك مش على ملعبه، فده ممكن ياثر اكيد برضه على اداء بالظبط. فدي المجمل يعني السيناريو بتاع المباراه اللي هيتم النهارده. يعني انا شايف ان بردك مش اقل من تلت الفرقه من الناشئين ومن الاولاد الصغيرين. هنستعرض ده اكيد مع الساده المشاهدين، واحنا قايمه معانا ال 12 لعيب. بس في الاول اعزائي المشاهدين محتاجين ننوه لحضراتكم، المباراه ستنطلق ان شاء الله الساعه 6، واللي مش قادر يشوفها على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يتابعنا في بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك او على قناتنا على اليوتيوب. يعني النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي بتحاول تكون مع جمهورها في اي مكان. نروح لكابتن سلعاوي. كابتن سلعاوي، اكيد مهم جدا نستعرض مع الساده المشاهدين ترتيب الدوري حتى الان. اه طبعا. والفروقات يعني الاتحاد فين، الاهلي فين، الزمالك، يعني عايزين نشوف الترتيب والفروقات. اتفضل يا كابتن سلعاوي. هو الاتحاد الاول، لعب 3 فاز 3 ما خسرش، ليه 254
عليه 167. ليه؟ الفارق 87 النقاط، 6 نتيجة لثلاثة فوز. النادي الأهلي لعب الاتحاد في أول الدوري كده تمام. فارق السكور تمام. الاتحاد الأهلي لعب 3 فاز 3 ليه 237 وعليه 171 والفارق 66 وعنده 6 نقاط. نعم. الزمالك الثالث لعب 3 فاز 3 ليه 248 وعليه 218 يبقى ليه 30 وليه 6 نقاط. طلاع الجيش بيجي في المركز الرابع لعب 3 فاز 2 وخسر 1 ليه 204 وعليه 227 ماينس 23 وعنده 4 نقاط. الجزيرة بيجي في المركز الخامس ليه 3 لعب 3 خسر 2 وكسب 1 ليه 203 وعليه 226 ماينس 23 يجي في المركز الخامس بأربع نقاط. سموحة اللي هي النهاردة إن شاء الله هتكون خصم لعبت 3 فازت في 1 وخسرت 2 ليه 205 وعليه 229 ماينس 24 ويجي في المركز السادس بأربع نقاط. يجي بعد كده مصر التأمين لعب 3 خسرت 3 ليه 170 وعليه 220 ماينس 50 وليه 3 نقاط. يجي في المركز الثامن المصرية للاتصالات لعب 3 وفاز ما فاز خسر 3 وليه 171 وعليه 234 ماينس 63 وعنده 3 نقاط. نعم ولينا بعض الملاحظات كده برضه عايز اناقشها مع حضراتكم كابتن طاهر كابتن سلعاوي. يمكن نادي الاتحاد السكندري في المقدمه له 254 نقطه كاقوى هجوم في الدوري حتى الان. نادي الاتحاد السكندري هو اقوى هجوم في 3 مباريات او 3 جولات برصيد 254. وايضا نادي الاتحاد السكندري اقوى دفاع في الدوري بنتيجه برصيد 167 نقطه دخلوا في نادي الاتحاد بفارق 4 نقاط فقط عن النادي الاهلي. وياتي النادي الاهلي في المركز الثاني او كاقوى هجوم في الدوري في المركز الثاني نادي الزمالك. النادي الاهلي ثالث اقوى فرقه بعد 3 جولات في الناحيه الهجوميه وثاني اقوى دفاع من الناحيه الدفاعيه بعد الاتحاد السكندري. ده وضع النادي الاهلي. كابتن طاهر شايف يعني تحليلنا لهذه الارقام الاتحاد شكله متغير السنه دي، يعني يمكن 3 جولات مش كافيين ان احنا نقدر ناخد شكل او ناخد تصور عام عن الفريق، ولكن هو بيبقى زي يعني انديكيشن يعني زي كده يعني الارم او زي مؤشر بدري شويه. النهارده نادي الاتحاد اقوى دفاع واقوى هجوم، يجي النادي الاهلي في ثالث اقوى فرقه هجوميا وتاني اقوى فرقه دفاعيا. شايف الارقام دي ازاي يا كابتن طه؟ انا بتكلم على الاتحاد السكندري على اساس ان هو حصل اضافه قويه بوجود انس اسامه السنه دي اضافه مش سهله، وزائد المحترف الجديد اللي جابوه برضك بيلعب في مراكز كتير وشايف ان هو هجوميا ودفاعيا ممتاز. وده المؤشر. بس في صفقه عملوها الاتحاد السنه دي مدرب الهيد كوتش السنه دي ده بلا شك. انا سمعت ان الهيد كوتش الاتحاد كان مدرب المنتخب روي رانا مساعد بتاعه، يعني مش مدرب الاتحاد مساعد، لا روي رانا المدير الفني المنتخب مساعد المدرب الالماني. صح مظبوط كده كابتن؟ في نادي الاتحاد فهو اسم كبير جدا يعني في عالم التدريب. طبعا بس يعني انا الادوات حاجه اللعيب الادوات اذا ما كانش طبعًا بينفذ برضك ده الادوات مهمه طبعا، يعني اللاعب ده حاجه مهمه جدا. نعم. بحيث اللي يطبق اللي هو اللي في دماغ المدرب. صحيح. بس انا لا انتقص من المدرب ممتاز، يعني مدرب حتى في اول بدايه في دوري المرتبط قدرنا احنا نحصل على الدوري المرتبط وقدرنا نكسبه في الماتش الحاسم كما تعودنا على طول مع النادي الاهلي انه كان بيكسب الماتشات الحاسمه في الموسم اللي فات كلها، مما ادى ان هو خد معظم البطولات او تقريبا كلها. فالسنه دي لما المدرب بتاع الاتحاد خسر دوري المرتبط كان ليه بعض الهفوات او بعض الغلطات تداركها في مباراه السوبر. نعم. وكان تداركها وكان الوضع بالنسبه له كان ايجابي جدا. نعم. في ان هو يعني كان الماتش اداء الاتحاد كان كويس احسن. بس استاذنك كابتن خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل تغطيتنا المستمره. الاهلي وسموحه في دوري سوبر كره السله على صوت الامير عبد الله الفيصل الساعه 6 ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكر حضراتكم اللي مش قادر يتابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك في بث مباشر للمباراه، يقدر يستمتع بيها وايضا يتابع فرقته كمان على اليوتيوب شانل. دايما قناه النادي الاهلي بتكون مع جمهورها في كل مكان وباي طريقه. اروح لكابتن طاهر. كابتن طاهر، محتاجين نستعرض مع الساده المشاهدين الجهاز الفني للنادي الاهلي وايضا اللاعبين المشاركين النهارده في لقاء اليوم. اتفضل يا كابتن. الجهاز الفني لفريق كره السله بتاع النادي الاهلي الهيد كوتش الاسباني اوجستي بوش، المدرب كابتن احمد الجرحي مدرب عام، كابتن رامي الدياسي مدرب، كابتن طارق الغنام مدير اداري، دكتور وليد الخراط اداري، دكتور محمد جاد طبيب الفريق، كابتن هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، كابتن محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، كابتن علاء لطفي احصائي، كابتن محمد الشيحي مخطط احمال، الكابتن نادر خزام اخصائي تغذيه، كابتن محمود فهمي المصور، حامد الكاس خدمات معاونه. اشكرك يا كابتن. لو نقدر نستعرض كمان ال 12 لاعب اللي هيشاركوا النهارده في الفريق، واللي اكيد طبعا يعني هيكون في بعض الغيابات نتيجه الاصابه، ولكن نستعرض مع الساده المشاهدين 12 لاعب. اتفضل يا كابتن. فريق النادي الاهلي عمرو علاء زهران، مؤمن طارق خيري، ايهاب امين، عمر الجندي، مروان سرحان، كريم حاتم، احمد مهيب، المحترف والتر هوج، احمد اسماعيل، محمد ابو النصر، عبد الله ناصر، عمر طارق. نعم، هنا كده يا كابتن واضح غياب عمر عزب للاصابه، وايضا سيف سمير مش موجود النهارده بس يبدو انه مصاب، وكمان بس دول ابرز الغيابات. ولكن زي ما حضراتكم شايفين يمكن في القائمه في عدد يعني كبير من اللعيبه الصغيرين زي ما تفضل كابتن طاهر واشار. عندنا في مؤمن طارق خيري بيشارك، عندنا في كمان كريم حاتم ايضا بيشارك، عبد الله ناصر بيشارك، يعني مجموعه 3 من اصل 12، يعني بنتكلم في حوالي 25% مش حوالي بالظبط 25% من قوام الفريق من اللاعبين الناشئين اللي لسه ما تصعدوش درجه اولى رسميا. كابتن سلعاوي اجل حضرتك عشان نستعرض الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحه، وايضا لو في مصابين في نادي سموحه وغيابات النهارده استاذن حضرتك لو نقدر نستعرضه مع الساده المشاهدين. اتفضل. الجهاز الفني لنادي سموحه كابتن فادي هاني مدير فني، احمد طلبه مدرب عام، محمد رزق مدرب، مصطفى سكر رئيس الجهاز الاداري، عماد هاشم مدير اداري، محمد زكريا اداري، دكتور تامر جلال طبيب الفريق، شادي باسم مخط احمال، محمد عبد الرازق مدلك، انس فهمي محلل اداء واحصائي، حماده عبد الرازق مصوراتي وفني مهمات. تمام. طيب القائمه يا كابتن، قائمه الفريق، ويبدو ان هناك في 3 اصابات. طب نستعرض القائمه مع الساده المشاهدين. اتفضل كابتن سلام. احمد فوده رقم 1، عبد الرحمن بودي 2، يوسف ولاء 3، مهند الصباغ عنده مصاب برباط صليبي، محمد السيد جازو 5، احمد مصطفى عماره 7، رؤوف محمد 9، محمد بن داري 10، فراس اللحياني، وده اللعيب المحترف التونسي واعتقد مصاب برضه مصاب هيغيب النهارده. عبد الفضيل ابراهيم رقم 15 مصاب، ابراهيم خالد 23، كريم الدهشان 24، مازن المصري 32، ومحمد يونس رقم 33، ومازن العزازي 77. إذن واضح من القائمة إنه في غيابات زي ما تفضل كابتن سلعاوي وقال إنه مهند الصباغ صانع ألعاب الفريق مصاب، ربنا يشفيه برباط صليب إن شاء الله يتعافى ويرجع أحسن من الأول. في كمان فراس اللحياني لاعب منتخب تونس الدولي ومحترف نادي سموحة أيضا مصاب ويغيب النهاردة. عبد الفضيل إبراهيم لاعبنا السابق ولاعب نادي الجيش طلائع الجيش السابق ايضا مصاب، فعلى نادي سموحه عنده 3 غيابات مؤثره الحقيقه النهارده في غياباته، ونتمنى لهم السلامه وايضا نتمنى للاعبتنا كل السلامه ان شاء الله. طيب خلينا نستعرض ايضا مشوار الفريقين، يعني يمكن كل فريق لعب 3 مباريات في الجوله او في الجولات السابقه، لان الدوري الحقيقه بقاله يعني حوالي اسبوعين تقريبا منطلق او اسبوعين ونص،
خلينا استعرض ايضا مع كابتن سلعاوي. جاهز مع حضرتك كابتن المشوار سموحه ومشوار النادي الاهلي، اتفضل يا كابتن. مشوار سموحه في الدور ال 16، سموحه فاز على دسوق 86-63، ودي عباره كان عن مباراه دور ال 16 ده عباره عن عشان الاول بيلعب ال 16 والثاني بيلعب ال 15 اللي هو التاهيل للثمانيه اللي فوق، فكانوا بيلعبوا كانوا هم بيلعبوا دسوق. بيلعبوا دسوق، فازوا على دسوق اول مباراه 86-63. المباراه الثانيه فازوا على دسوق 91-59. تمام. طيب الثلاث مباريات بقى بعد ما طلعنا في 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 الكبار، سموحه خسر من الزمالك 74-65، نعم، وخسر من الاتحاد 95-62، وفاز على المصريه للاتصالات 78-60. نعم كابتن طاهر، يمكن برضه محتاجين نستعرض مع الساده المشاهدين مشوار النادي الاهلي بدايه من دور ال 16 وصولا بالتاهل ولعب بثلاث جولات في دوري السوبر. يمكن دي مهم جدا لانه النادي الاهلي الحقيقه يعني مش عايزين نقول ان هو تقريبا ما لعبش مباراه كامله في او يعني بدون اصابات، يعني كل المباريات اللي فاتت كان ايضا في مصابات اصابات. اتفضل يا كابتن طاهر. في دور ال 16 الاهلي يفوز على الزهور 92-49، والمباراه الثانيه 92 الفوز للاهلي 92-62. الدور بعد كده هو الاهلي يفوز على طلائع الجيش 74-61، ويفوز على المصريه اتصالات 85-57، ويفوز على مصر للتامين 78-53. الثلاث ماتشات دول في دور الثمانيه. تمام، ويبدو يعني ان الكابتن النتائج يعني فرق كبير وسكور كبير. بس خلينا نوضح للساده المشاهدين معلومه ايضا عن دوري السوبر. دوري السوبر 8 فرق بيلعبوا في المنافسه اللي فوق، وفي 8 فرق على الهبوط والترتيب تحت. استحدث اتحاد السله ولجنه المسابقات في اتحاد السله السنه دي نظام جديد ان السابع والثامن هيلعبوا التاسع والعاشر من تحت، ويدوا فرصه مره اخرى للتاسع والعاشر من الترتيب الفرق الثمانيه اللي تحت عشان يقدر ينضم للادوار الاقصائيه، لعل وعسى ما كانش موافق في البدايه عنده اصابات يبقى عنده فرصه اخرى انه يتاهل ويلعب مع الثمانيه الكبار. ومحتاجين برضو نستعرض مع ضيوف في ترتيب الثمانيه اللي تحت، لان يعني ده برضو ايضا مهم عشان نعرف مين اللي ماشي كويس تحت، لانه وارد جدا النادي الاهلي لو احتل المركز الاول او الثاني في الترتيب هيصطدم باحدى هذه الفرقتين، يعني سواء التاسع او العاشر لو تاهل بالفعل الى الثمانيه اللي فوق. طيب كابتن استاذنك نستعرض الثمانيه او ترتيب الثمانيه اللي تحت. كابتن سلعاوي، سبورتنج رقم نمره 9 لعب 4 فاز 4 ليه 298 وعليه 265 الفارق 33 وعنده 8 نقاط. اليوبليسكي في المركز العاشر لعب 4 فاز 4 ليه 277 وعليه 258 الفارق 19 وعنده 8 نقاط. الزهور يجي في المركز ال 11 لعب 4 فاز 2 وخسر 2 ليه 283 وعليه 255 الفارق 28 ويجي في وعنده من النقاط 6. المركز ال 12 اصحاب الجياد لعب 4 فاز 2 وخسر 2 ليه 285 وعليه 301 ماينس 16 6 نقاط. الطيران لعب 3 فاز 2 وخسر المباراه 257 وعليه 226 الفارق 31 وعنده من النقاط 5. الاولمبي لعب 4 فاز 1 وخسر 3 270 وعليه 281 ماينس 11 في المركز عنده 5 نقاط. دسوق يجي في المركز ال 15 لعب 4 ما فاز خسر الاربع مباريات ل 255 وعليه 332 ماينس 77 ومن النقاط 4. القناه يجي في المركز الاخير لعب 3 مباريات خسر الثلاث مباريات ل 222 وعليه 229 ماينس 7 ومن النقاط 3 نقاط. يمكن يا كابتن سلعاوي يمكن كابتن طاهر سبورتنج من سنوات طويله ما لعبش في الثمانيه اللي تحت، يعني سبورتنج كان من ابطال الدوري فتره من الفترات، كان في مربع دايما ابدا النهارده ولكن تبقى علامه استفهام يعني
نادي سبورتنج والان هو في رئاسه النادي الكابتن احمد حسن، مظبوط ولا انا يعني هو الراجل بتاع كره السله وهو صاحب النهضه الحقيقه اللي حصلت اربع خمس سنين سبورتنج ايام الكابتن مرعي. فالنهارده نادي سبورتنج بيلعب بدون محترف، نادي سبورتنج بيلعب بدون صفقات، نادي سبورتنج بيلعب في الحقيقه النهارده علامه استفهام كبيره الوضع نادي سبورتنج النهارده في الدوري. راي حضرتك يا كابتن، غياب نادي سبورتنج ده اثر على كره السله في مصر ولا لا؟ طبعا يعني لان هو من الانديه اللي كانت قويه جدا في كره السله. طبعا هو اسكندريه مشهوره بان هي فرقها جامده جدا صحيح. في كره السله، بس كون سبورتنج اللي هو يجي بعد الاتحاد في القوه في اسكندريه وكان ليه باع طويل في البطولات على زمن طويل خرج لعيبه كتير منتخب مصر وناس على مستوى عالي، اعتقد ان الوضع كده هو اول مره تحصل. غريب من يعني احنا مستغربين انا وانا كابتن سلعوه بيستعرض غير البنات مثلا بنات كسبان بطوله افريقيا لاول مره نادي يعملها، فواضح ان في حاجه يعني. طب ليه البنات بيتم دعمها وليه الولاد يعني الرجال ما بيتمش دعمه؟ برضه علامه استفهام. هو ممكن يكون دي استراتيجية بتاعت إدارة نادي إن شايفين إن اللي لسه ماسكة نفسها فرقة البنات. ما هو عشان تمسك نفسك لازم تدعم. خلي بالك كابتن، ما هو إحنا مش يعني إيه، ما هو من لازم عشان الفرقة تكسب أدعمك، يعني مش هتبقى العكس، مش هتكسب عشان أدعمك. كل فرقة الاتحاد اللي هي دلوقتي جامدة جدا كانت كلها في سبورتنج والاتحاد خدها. فهم استفرطوا في لعيبه كتير، باع كتير وممكن يكون بقى فاكر يعني او خد الفلوس. يمكن يوسف شوشه، يمكن يوسف شوشه وهيثم، وفي حد كمان اللي هو البوينت جارد اللي اتاخد اسمه يوسف شحاته اليومين دول لما قبل كده وهاب امين سبورتنج كمان وهاب امين جه الاهلي سبورتنج. فهو القصد اقول لك ان سبورتنج خرجت لعيبه كبيره وكثيره، فغيابها النهارده نادي سبورتنج الحقيقه دي علامه استفهام كبيره، علامه استفهام كبيره جدا. اتمنى انها ترجع تاني زائد ان هم بيلعبوا من غير محترف، مع برضه حاجه غريبه جدا. مساله كده ماديه يعني يصرف على مش عاوز يصرف هنا هو، انما هو المصاريف ممكن بتاعه فرقه البنات تكون اقل ويوفر من هنا يحط هنا، دي استراتيجيه اداره. بس انا برضه سعيد طبعا برضه في البنات غير الاجنبيه، اذا مش مشكله دولارات، مش مشكله فلوس. قصدك مش مشكله تمويل؟ تمويل، لان انت كان عندك بلعيبه. ما هو برضه فسر لي ده يا كابتن. طب انا بدعم يعني السيدات بالشكل ده بدون حدود، الكلام زي ما ولكن الرجال ما بدعموش. لا زي ما هو بيقول، هو شايف ان الفرقه دي ممكن تحقق بطوله. طب يا كابتن، ما انا عشان احقق بطوله لازم تدعمني. ما احنا مين هيجي قبل مين، الدعم الاول ولا البطوله الاول؟ عمر ما البطوله هتيجي بدون دعم. فيعني احنا بنقول يعني بنناقش قضيه ان احنا نتمنى نادي سبورتنج يرجع تاني اكيد. طبعا عصب انا طبعا. انا فاكر احمد منير كان معايا في المنتخب، خورشيد يعني احمد مريب، الان عطا الله طبعا قبليهم جاب كابتن عطا الله، ناس كتير طول عطاء نادي المنتخب وكان يعني مصنع للاعبين. اتمنى طبعا نادي على ايامنا احنا بقى عادل حسن والدكتور عوض عبد النبي ودكتور عوض وياسر جد الله ومحمد عبد العال، كان في يعني ناس وكانوا الباسكت بتاعهم جميل حلو نادي سبورتنج. طبعا لما ذهبت يعني طلع السموحه كمان، كان الاستمرار في السته دي على خلال ال 20 سنه اللي فاتت او ال 30 سنه اللي فاتت لا يمكن هتلاقي مش موجود اتحاد سبورتنج سموحه. صحيح النهارده سبورتنج بيغيب، فدي نتمنى طبعا برضه بقاله فتره مش السنه دي بس يعني. صحيح. طيب خلينا نرجع للجدول بتاعنا يا كابتن، الجدول اللي هو ترتيبه الاتحاد، الاهلي، الزمالك، طلائع الجيش، الجزيره، سموحه، مصر التامين، والمصير، اتصالات، ونحلل بعض الارقام مع الساده المشاهدين. يمكن النادي الاهلي بس طبعا خلينا اقول ان الثمانيه اللي فوق لعبوا ثلاث جولات يا كابتن، الثمانيه اللي تحت لعبوا اربع جولات. خلي بالك حضرتك يا كابتن، يعني ايه؟ يعني احنا قلنا الارقام بتاعت الثمانيه اللي تحت اللي هم سبورتنج وهليوبلس والزهور وكده، ده لعبوا اربع جولات، احنا لعبنا ثلاث جولات. خلينا ناخد مثلا رقم زي النادي الاهلي، سجل 237 نقطه على ثلاث ماتشات، افريج 79 نقطه في المباراه. النادي الاهلي افريج بتاعه هجوميا 79 نقطه في المباراه، في وقت الاتحاد السكندري الافريج بتاعه 84 نقطة، احنا بنتكلم هنا او 85 نقطة اولموست، يعني فرق ست نقاط في النادي الاتحاد ما بين النادي الاتحاد والنادي الاهلي. ترجع
التفوق. احنا بنقارن بين الاثنين طبعا الناديين الكبار اللي غالبا كل الفاينالات بتكون ما بينهم. النهارده نادي الاتحاد بيتوفق بتفوق في ثلاث مباريات في الناحيه الهجوميه، حاطط اعلى منك في المتوسط بست نقاط، ترجع ده ليه يا كابتن سلام؟ بص كل احنا لسه في بدايه الدوري ولسه كل الارقام دي مش عامل مستفيد ان احنا نحدد مين اول ومين تاني هي، لكن انا اعتقد ان النادي الاهلي لم يكتمل للان، ما لعبش كامل برضو صحيح فعلا، يعني واخد بالك ازاي؟ فدي من سبب من الاسباب. اتحاد اسكندري مكتمل، نعم لديه لعيبه على مستوى عالي، مدرب جيد جدا، ف المدرب مهتم من الناحيه الهجوميه اعتقد. اعتقد هو هجومي ودفاعي بيتكلم الاثنين بصراحه، يعني مش بس هجوم بس، لا ده هجوم ودفاع وهو اصلا نوعيه مدرب هادي قافل على الفرقه، بيشتغل هجوم ودفاع زي عندنا في الاهلي، جوستي قافل على الفرقه مدرب يعني. اذا يعني حضرتك تفسر ده ان احنا حتى الان لم تكتمل قوتنا الهجوميه. وخلينا نروح لارض الملعب، الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، ومراسلنا محمد توفيق ورزان ناصر عشان يقولوا لنا اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام في الاستوديو، كابتن محمد السلعاوي وكابتن طاهر رجب وزميلتي العزيزه رزان نصر، برحب بيكي. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات استوديو الابطال ومباراه الاهلي وسموحه في اطار مباريات الجوله الرابعه من دوري السوبر للسله رجال. طبعا دي المرحله الترتيبيه زي ما ذكرت كابتن هيثم وضيوفك الكرام في الاستوديو، دي مباراه الجوله الرابعه. النادي الاهلي طبعا بيدخل في المقدمه بالتساوي مع الاتحاد السكندري ونادي الزمالك برصيد ست نقاط من الفوز في ثلاث مباريات متتاليه امام الجيش والمصري للاتصالات ومصر للتامين، ومنافس الاهلي اليوم سموحه بيخش باربعه نقاط من الفوز في مباراه واحده وهي المباراه الاخيره امام المصري للاتصالات والهزيمه امام الاتحاد والزمالك. مباراه مهمه جدا خاصه ان دي المباراه زي ما بنقول المنتصف على طول الجوله او الدور الاول، المباراه الرابعه ومن بعدها ان شاء الله ثلاث مباريات مهمه جدا امام الزمالك الجزيره الاتحاد. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. روزان يعني كلمينا بعد ثلاث النادي الاهلي واستعد ازاي لمباراه اليوم. في البدايه برحب بيك كابتن هيثم وبرحب بضيوفك الكرام نجوم طبعا الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان بزميلي محمد توفيق متالق طبعا دايما، برحب كمان بمشاهدين قناه الاهلي في كل مكان. يمكن زي ما قلت يا محمد النهارده فريق نادي الاهلي سعد بشكل كويس جدا، يعني بعد المباراه الاخيره وهي مصر للتامين واللي انتهت طبعا بفوز النادي الاهلي بنتيجه 78-53، والفريق طبعا حصل بعدها على يوم واحد فقط راحه وهو يوم الجمعه، وواصل طبعا يعني تدريباته استعدادا لمباراه اليوم امام سموحه، وصل تدريباته السبت وامس الاحد. يعني النهارده مباراه مهمه جدا زي ما قال زميلي محمد، يعني يمكن المباراه النهارده هي يعني للحفاظ على صداره الدوري، يعني الفتره المقبله كمان في مباريات مهمه جدا بيواجهها النادي الاهلي زي نادي الزمالك ونادي الجزيره وكمان الاتحاد السكندري. طبعا خلينا بقى نتكلم يعني فيما يخص الغيابات يا محمد، يعني طبعا الفريق ما زال بيفتقد طبعا لجهود الثنائي سيف سمير وعمر عزب للاصابه للاسف في الظهر. يعني روزان ايا كانت الغيابات ان شاء الله النهارده القائمه المختاره من 12 لاعب تكون ان شاء الله عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي وعند ثقه الجهاز الفني بقياده الاسباني اوجوست بوش. يمكن النادي الاهلي زي ما قلنا كابتن هيثم استعد بشكل جيد جدا زي ما قلنا، المباراه هذه يعني في منتصف المرحله ثلاث مباريات، دي المباراه الرابعه كمان، داخل على ثلاث مباريات مهمه جدا، الزمالك ومن بعده الجزيره ومن بعده الاتحاد. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في الثلاث مباريات للحفاظ على المقدمه، خاصه الجهاز الفني استعد ويعني استثمر المرحله الاولى كلها بشكل اكثر من جيد، يمكن كل اللاعبين تقريبا شاركوا، عدد كبير جدا من الناشئين تم تصعيدهم. ان شاء الله التوفيق لكل قوام النادي الاهلي ايا كانت الغيابات. كمان سموحه بيفتقد ليه طبعا مهند الصباغ، واحد من اهم لاعبي الفريق، كمان المحترف التونسي فراس، وبالاضافه كمان لاعب النادي الاهلي السابق عبد الفضيل. كل التوفيق للنادي الاهلي. حالا دلوقتي من صاله الامير عبد الله الفيصل كابتن هيثم، الفريقين بيجروا عمليات الاحماء، ان شاء الله تكون كل التوفيق مع النادي الاهلي واضافه نقاط جديده، وان شاء الله الاستمرار على الصداره روزان، وباذن الله الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي. كل التوفيق للنادي الاهلي. الكلمه ايه كابتن هيثم؟ اتفضل. زملائي الاعزاء محمد توفيق وروزان نصر بشكركم شكرا جزيلا، وزي ما حضراتكم شفتوا يعني التسخين شغال، وان شاء الله المباراه تنطلق في ميعادها الساعه 6، خاصه ما بقاش في قبلك مباريات فبتبقى المباراه في ميعادها، ما فيش تاخير بيبقى بشكل، ودي طبعا زي ما حضراتكم شايفين خلاص يعني يعني بنسبه كبيره جدا المباراه ستنطلق في ميعادها. ارجع لضيوفي في الاستوديو ونرجع تاني لارقامنا زي ما اتكلمنا قبل كده عن الارقام الاحصائيه ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد، النادي طبعا الاول وثاني الدوري. هنتكلم عن الناحيه الدفاعيه، يمكن النادي الاهلي نادي الاتحاد يعني دخل فيه 265 نقطه،
265 نقطة، يعني تقريبا بيخش فيه حوالي 88 نقطة في الماتش، يعني بيتهيألي ده كتير. أنا لا أنا آسف، لا ده نادي سبورتنج، احنا كده لا لا احنا اتكلمنا على نادي سبورتنج، احنا عايزين نتكلم على نادي الاتحاد. لا ما هو 88، لا نادي الاتحاد دخل فيه 176 نقطة في ثلاث مباريات، يبقى دخل فيه 56 نقطة في المباراة، وده رقم قليل جدا. قليل جدا طبعا، يعني 56 نقطة يخش في نادي الاتحاد بير جيم، ده نقاط قليلة جدا جدا. دفاع قوي متماسك طبعا. انا يعني عندي يقين ان المكسب ما بيجيش غير من اساسا الديفنس، فطبعا نعم. كونه ان هو يبقى في الديفنس برضك يعني اقل نقاط في المجموعه في الثمان فرق دخلت في نادي الاتحاد، بصرف النظر عن ان هو كمان في الاوفنس اعلى سكور، بس انا متاكد يعني ان الخطوره باستمرار او المهم هو الديفنس. نعم ديفنس هو، بس خلي بالك يا كابتن هو فرق مش كبير على النادي الاهلي، النادي الاهلي بيخش فيه 57 نقطه، نادي الاتحاد 56، بس هو مش مقياس يعني برضك في الوقت ده، لان الماتشات كلها هتلاقي فرق 30 بونت و40 بونت، سواء ما فرقه الاتحاد او سواء فرقه الاهلي. نعم. بيكسب 30 بونت و40 بونت، وفي لعيبه بتتجرب، وفي ما اكيد بعد كل ماتش هناخد يعني مؤشر حقيقي. بالظبط، بس هي لسه الثلاث ماتشات دول قصدي حضرتك ان هو ليس مؤشر حقيقيا، ليس مؤشر، بس ده ممكن يكون بيلامس الحقيقه يعني قريب منها شويه. طبعا ده بي يعني ايه بيدي تصور للفكر بتاع الاثنين مدربين. بس مش غريبه يا كابتن طاهر ان يبقى الفرقتين اللي ليهم مدربين اجانب اللي هو الاتحاد والاهلي يكونوا اقوى دفاع، في حين ان كل الفرق الباقيه كمدربين مصريين طبعا باستثناء كابتن اشرف توفيق، لان كابتن اشرف توفيق انا عارف انه بيحب الدفاع جدا جدا جدا، باستثناء كابتن اشرف توفيق ممكن نقول كل المدربين المصريين يمكن الناحيه الدفاعيه يعني او الفرقه الناحيه الدفاعيه مش بالقدر الكبير، ولا ايه رايك يا كابتن سلعوي؟ ايه رايك؟ هو دلوقتي هو برضه مش مؤشر، لا هو مش مؤشر، هو دلوقتي طلع الجيش والجزيره زي بعض يعني ماينس 23، يعني الكرداني واشرف توفيق زي بعض يعني. نعم يعني واخد بالك انت ازاي؟ هو الميزه بس بالنسبه لمباراه اللي هو يعني مدرب الاتحاد ومدرب الاهلي ان الاثنين اعتقد ان فلسفتهم واحده، هي الاهتمام يعني دفاعيا زي ما الكابتن طاهر، لان الدفاع هو اساس كره السله، والهجوم تحسينه باي بالعناصر اللي عندك. ليه؟ لان هما الاثنين تقريبا قريبين يعني، هو المدرب بتحس ازاي ديفنس كويس ان يتحط في اقل من 60 من النقطه. لا والملاحظه اللي انت حضرتك قلتها كابتن هيثم ان الاثنين الاجانب فعلا مهتمين بالديفنس، ان تيجي الفرقه القويه الثالثه بعديهم هم الزمالك في فرق كبير. نعم في السكور اللي دخل في الزمالك فطبعا ده يوضح الكلام اللي او ياكد كلام اللي انت حضرتك قلت صح. ان 50 نقطه، انما الفرق فوق بين الاهلي والاتحاد أربع نقاط، يعني معناها كلامك مظبوط ان في حاجه فنيه بيعملها المدربين الاجانب او بيهتموا بيها، وهي دي زي ما قلنا احنا هي دي مفتاح. كابتن طاهر في مقوله بتقول الهجوم بيكسبك ماتش انما الدفاع يكسبك بطوله، بالظبط المقوله دي قابلة التطبيق عندنا هنا في الدوري ولا شايف ازاي يا كابتن؟ بالظبط، انا مقتنع تماما انك انت لو اهتميت بالديفنس هيبقى اساس ليك في كل الماتشات، مما يؤدي في المحصله لمكسب بطوله. كلامك مظبوط، اما في ماتش ممكن يعني تبقى تكسبه. لاكي يعني نسبة الثري بوينت تبقى عالية، بتتوفى الاوفنسيف اخر ثانية، ما هو الباسكت دي لعبة الثواني الأخيرة، تبقى أنت خسران موسم بتاع أربعة بونت وفرقتك تجيب 2-3 بوينت ويتوفقوا فيه. نفس كابتن هيثم بتقول لك إن أنت ديفنس قوي، جود ديفنس بيديك إيزي لياب، لو أنت عملت ديفنس قوي جدا بتاخد باسكت سهل، باسكت سهل. طب يا كابتن برضو انا عايز يعني ما احنا وبعدين الديفنس تيم ورك اكتر. طب ما احنا عارفين الكلام ده كله، بس بنلاقي يا كابتن المدربين المصريين في الملعب لما بيجي ينزل بيتكلم على الدفاع 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 الدفاع، ويجي يلاقي لعيب كويس جدا دفاعيا جالك كوره روح سحبه، بتلاقي فيه تضارب ما بين اللي هو مركز عليه في التمرين بالظبط ولما بيجي يعمله في الماتش، يجي يعمل الماتش لا هو مش بص على الدفاع،
هو بص على اللي بيجيب له الباسكت، فده بيخلي اللعيب يفقد الثقه في ايه بقى؟ في الدفاع. بيقول لك الله، طب الدفاع في الوقت بتخسر انت اللعيبه الديفندرز، يعني بتخسر اللعيبه اللي بتعمل دفاع. برافو عليك. لازم تبقى موقن ان الدفاع ده عمله نادره، اللعيب اللي بيعمل دفاع ده كنز. انا هحافظ عليه ازاي؟ هحافظ عليه ازاي؟ يعني هو لو غلط في الاوفنس اروح سحبه؟ طب ما هو كده هيفهم ان الديفنس ما بياكلش عيش، مش ده اللي هيعدي في الملعب. هيكبر دماغه ويركز في الهجوم على طول. بالظبط. هحافظ عليه ازاي؟ ان انا ادي رسائل طول ما انا موجود في الملعب، ولا اعمل ايه؟ بالظبط. انا اخليه قدوه ومثل وسط اللاعبين. نعم يا جماعه، الراجل ده شايلنا في الديفنس. يا جماعه مهم جدا الديفنس، تفضل اركز واخليه هو في وسط زمايله نموذج، وان الناس تبقى هدف ان هي برضك تعمل تدافع زيه عشان تقعد في ملعب زيه. انما حتى لو يعني جبت لي باسكت والفرقه اللي قدامي جابت المان بتاعك، انت جبت باسكت وجابه هو 4 بونت عشان انت ما بتعملش بونت. خسران. وليزي يعني مثلا هتجيب كورتين ولا حاجه من غير ديفنس خالص، فطبعا يبقى انت خسرتني. طب يا كابتن برضو هسال حضرتك سؤال، عشان الناس فاكره ان مهمه التدريب، وحضراتكم طبعا يعني اساتذتي ويعني في مجال التدريب يعني ما شاء الله يعني عمر. المدرب هنا بيبقى بين نارين، لو هو عايز يكسب وعايز يكسب بطوله لازم يغير عليه على الدفاع، اللي يغلط في الدفاع غيره. ده احنا يعني المدربين اجانب كلهم اللي احنا اتمرنا معاهم مور ديفنس مور تايم في الملعب. بتيجي تلاقي المدرب المصري بيقف على الخط بيبقى ماشي دفاع دفاع دفاع، اللعيب ده راح مجلي كورتين اروح سحبه. طيب برضو ما هو عايز يكسب عايز يجيب، طب اعمل ايه؟ ما هو برضو الموضوع ده محتاج يعني اعمل ايه؟ هل انقي بقى لعيب بيدافع ويهاجم كويس؟ طب اتغلب على دي ازاي؟ طب اعمل ايه؟ ما هو انت دلوقتي المدرب برضو هو في برضو في فكر بيقول ايه؟ ان انا لازم اعمل على ان يبقى في لعيب استار وفي ليه بديل. نعم. ازاي يعني؟ ما اعتمدش على واحد ان هو بيجيب لي باسكت وما بيعملش ديفنس وما فيش بديل الى حد ما يبقى قريب منه او يبقى في كفاءته، بحيث ان انت تغير، لان الروتيشن ما كده كده هيطلع مهم جدا. طبعا كده اللعيب هيطلع. بالظبط. ما بيحصلش ضربة في الملعب. بالظبط. طالما في حد في تنافس بين اللي عندي وانا ببقى زي قاضي بينهم، انك انت عملت دي صح فانت هدي لك وقت اطول. بالظبط. طالما في التنافس في المراكز في المركز الواحد بين 2 لعيبه او ممكن 3 لعيبه، وده انا اللي بشتغل عليه وبعمله في فترات الاعداد وفي التعامل معاه واثناء الماتشات وكاتشانه وبتاع، يبقى الراجل عارف انت المدرب عاوز ايه، ما لعيب كويس ايه، بيقرا المدرب. صح. هو عايز ايه؟ الله ينور عليك. الله ينور عليك يا كابتن. الله العظيم. صح. ده اللعيب الكويس، لان كمان اللعيب الكويس اللي هو بيعدي عليه في حياته وهو بلعيب مش اقل من 20-30 مدرب. صحيح. مش اقل. صحيح. من 20-30. لو ما عرفش ان المدرب بتاع ده هو مش هياخد هذه الفرصه، يعني هي دي مش هيعرف ياخد الفرصة دي في ان هو يعملها. يعني دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا بالنسبة للمدرب، ان يبقى في لعيب وبديل ليه وفي واحد ممكن يشيل بنفس المعيار او نفس اللي بيعمله الاساسي. يعني احنا عندنا علم مفروض في التدريب اسمه البنش بلايرز. صحيح. وده اللي في الام بي فريقين يقول لك البنش احتياطي. بنش بلاير حطه قد ايه والستاندنج بلاير حطه قد ايه، لان هو كمان اللي بيحت التدريب، لانك انت مش ممكن في التدريب لما بتعمل سكريمش تعمل تقسيمه تعمل، انت محتاج ان يبقى في عندك ده بينفذ ده. صحيح. وده
اقوم ده عشان المستوى يرتفع. هو الناس لما تيجي تقول لك خليه في الناشئين يجي يقول لك خليه يتمرن مع الفرقه الالف بلاش يتمرن مع بيه. هو الف قصده ايه؟ قصده ان المستوى بيطلع. صحيح. منافس قوي ده. بس يمكن انت كنت من اول الناس يا كوتش اللي عملت الموضوع ده، ان انت صعدت اللعيبه للليفل الاعلى، وكنت من اول الناس اللي كان ليك رؤيه ان انا لو لعيب بروميسنج في سنه مفيش اي مانع ان انا اطلعه يلعب مع الاكبر منه. انا فاكر ان الموضوع ده ابتدى مع حضرتك بس في مرحله سنيه معينه. انما فتحت لسه العمليه ما بنتش. صحيح. فلازم تسيب كل واحد ياخد فرصته في المرحله السنيه بتاعته عشان يستوي. يعني احنا بنتكلم ان هو من ساعه ما اتعملت ان كل مرحله سنيه بتبقى يعني تحت 13 تحت 14 سن واحد. سن واحد 16 بيتضموه جيلين مع بعض. لما اجي اطلع في العيال الصغيره دي ده واحد بياخد مكان واحد ممكن يبقى بعد كده كويس. نعم. انا ما اعتمدش على ان في السنين دي لسه بيتعلم. في ناس كتير ما ظهرتش وظهرت بعد كده تظهر بعد كده. انما ممكن بقى بدءا من 14 سنه 16 18 20 ابتدي اصعد. خلاص بقى بدات الفروق تبقى باينه. وخليني بس استعرض بقى ساده مشاهدينا كابتن بعد اذن حضرتك اسماء طاقم التحكيم، كابتن محمد المنشاوي، كابتن تامر يحيى، كابتن حسام عبد المنعم، ومراقب المباراه كابتن احمد كامل. يعني بتهيألي يا كابتن الحكام ما يعني في الماتشات دي ما بقاش في اختبارات حقيقيه. الاختبارات لا الحقيقيه لا مفيش اختبارات. لا بتبقى لا. في الماتشات اللي هي بتبقى فاينل دوري يعني لقطات من ارض الملعب يا كابتن. خلاص يعني انا اتصور يعني طالما دخلنا في الليب وبالسرعه دي يبقى احنا بنتكلم في خمس دقائق او ست دقائق ان شاء الله على يعني الفاينل يعني. فبتهيألي الاختبارات الحقيقيه ما بتبقاش في المباريات النهائيه. طيب كابتن هل الحكم مطالب منه يفهم اللعيبه؟ يعني مثلا دلوقتي حكم بيحكم للاهلي ماتش زي ده، هل مطالب من الحكم انه يعرف اللاعبين وتصرفاتهم وبيعملوا ايه؟ وده هيوفر عليه كتير ولا انت شايف الحكم مش محتاج؟ لا انا شايف الحكم ده عباره عن قاضي. هو حكم بينزل بينفذ قانون. حفظ اللعيبه والحاجات دي مسؤوليه مدرب وجهاز اداري وكده. لكن انا ما اعتقدش ان الحكم بينزل عشان ممكن لعيب يكون يا كابتن ازرق ممكن يكون لعيب بيحب يعمل سيميليشن كتير. ممكن لعيب يكون ده قانون هو بينفذ القانون فمش محتاج بقى اشوفك قبل كده اشوفك قبل كده هتعمل كده بقى خلاص. وبعدين يعني الميزه برضو لازم الحكم يكون عنده نفسه طويل شويه. ما يبقاش متسرع في تكنيكال فاول. ما يبقاش متسرع في الا لما يكون عنده يعني لازم ياخد نفس ويشوف ايه الوضع. مش على طول تيت ان مجرد ان المدرب يعترض او يقول كلمه اروح انا متعامل مين مع من حكام مصر يا كابتن سلاوي وحضرتك مر عليك اجيال كتيره جدا ما تنساهوش؟ لا كان ده في عظمه. لا قول لي اديني اسمين ثلاثه كده نفتكرهم مع بعض. يعني كابتن اول واحد مثلا يعني من الناس الكابتن سيد المبيض. سيد المبيض والله يا كابتن سيد المبيض. ده كان انا مش الجيل ما حضرتوش وبرضك ما حضرتوش حلم ابراهيم. حلم ابراهيم كابتن حلم ابراهيم مدرسه ما شاء الله كان مدرسه بقى في التمثيل. هو كان ازاي بقى استاذ يعرف يكتشف الله يرحمه ازاي التمثيل يعرف مين اللي بيمثل مين اللي بيمثل ليه؟ لان هو كان لعيبه يا كابتن لعيب منتخب مصر مش لاعب. ده كان في السته اللي لعب منتخب الجمهوريه العربيه المتحده اللي هو كان بين مصر وسوريا. كمل ال 12 دول احنا عواجيز قوي. لا يا كابتن مش عواجيز. لا انتوا لطشتوا في جيل احنا ما شفناهوش. فطبعا كان بيعرف يعني بيبقى عنده سنس. ده عمل ووك ممكن ما لعيب ما لعبش ما اكتشفهاش. لا انا بتكلم على بس برضو يا كابتن هنا انا عاجبني جدا بس كابتن طاهر اثر نقطه. انا عاجبني جدا ساره. مين الحكم الدولي كان ساره الحكمه بقى الحكمه الدوليه عجباني جدا. وهي برضو بصراحه مميزه بتشتغل على نفسيها وعندها وعندها صرامه ثبات انفعالي ما تعرفش الوان. هو الميزه دلوقتي بقى في الحكام بقى بتوعنا في كم كبير جدا مستواه هايل وعالي جدا وما بيعرفوش الوان. الاول كان فيه تالوان يعني كان فيه تاثرات زمان يعني كان فيه ناحيه عاطفيه شويه. دلوقتي عاطفية. لكن خلاص. دلوقتي خلاص دلوقتي الحكم بينزل عايز يثبت للناس ان انا احسن واحد فبيشتغل على نفسه عشان يبقى احسن واحد. بس يا كابتن برضو يعني في نقطه اخطاء بس لا بس في نقطه اثاره كابتن طاهر مهمه جدا بامان ان الحكم لو لاعب ولاعب ستار بتفرق. مش عايزين مش هنقول ستار يعني بس لاعب مارس اللعب على مستوى الدرجه الاولى بتفيده 100% وبتخليه متفوق في التحكيم. هو عمل الحاجات دي وهو بيلعب فهو عارف كويس وبالذات لما يبقى لعيب كويس يعني لعيب. طب ليه بيعزف اللاعبين دلوقتي ان بعد ما يبطل يبقى حكم؟ ليه؟
لأنها طبعا هو عبارة عن شماعة لكثير من الناس أو كثير، يعني مش عاوزين نحدد، يعني إن كثير من الناس تقول لك الحكم وحش، الحكم ظلمنا. لا معلش يا كابتن، أنا مش قصدي كده، أنا قصدي ليه ليه اللاعبين لما بتبطل مثلا لعيب بطل على 23 سنة تدريب وإدارة، مراح التدريب ما بيروحش للتحكيم ليه سب؟ هل مثلا عشان ضعف المقابل المادي في التحكيم؟ طب ما دي برضه يبقى كده أصبحت مهنة، ما هي مهنة غير جاذبة للكفاءات، يبقى لازم يحصل تعديل. ده جزء وده جزء مهم اللي انت قلته بالظبط. يعني دلوقتي انا في لعيبه بتبطل 23 24 سنه كله يروح رايح على فين، وبيبقى لعيب كبير، لعيب لعيب ممكن منتخبات كمان، بس بطل 23 24 سنه، ده لو راح حكم بقى حكم هيبقى حدوته، ما يروحش يحكم، يروح ياخد فرقه مدربين ولا كبقى مدرب، في حين هو ممكن ما يبقاش مدرب كويس، وده من مشاكل التحكيم. طب حلها ازاي؟ هل انا دلوقتي لازم اولا ارفع البدل اللي بياخده الحكم، لان بيبقى هو زي قاضي، انت لما بتيجي يعني حد قاضي او بتاع لازم يبقى ليه مكانته، سواء من الجزء من هذه التقييم او الحكم عنصر المقابل المادي. طب هل يعقل يا كابتن مباراه بيديرها حكم مجموع عقود اللاعبين في الملعب مثلا 100 مليون جنيه، مجموع ممكن اقول بلاش 50 مليون جنيه مجموع الفرقتين هنا وهو بيتقاضى في الماتش 200 300 جنيه؟ هل ينفع؟ غلط. هو حتى نظرة اللعيب بيبقى شايف ان الحكم يعني، طب ما انا اقدر الحكم، طب ازاي نلاقي وسيلة تمويل مثلا مهنة التحكيم؟ اصل خلي بالك يا كابتن، انا دلوقتي عشان ارقى باللعبة او ارقى لازم عواملها كلها ترقى، لازم ابقى جاذب. دلوقتي لعيبة بنشوف احنا يا كابتن وحضراتكم اساتذتنا مدربي ابهات وامهات بيطلعوا اولادهم من المدرسة عشان يجيبوا يلعبوا رياضه، مش هقول كره بقى، يلعبوا سله، يلعبوا يد، يلعبوا يعني بقت جاذبه اهي. عشان خاطر برضك مقابل مادي هيحترف، ممكن لو احترف هيحط لدماغه هو وسته بقى في حته تانية بالظبط. طب ليه ما عملش كده مع التحكيم؟ ليه الحكم هو التحكيم دي مهمه الاتحاد. طيب احنا انا ده رجالتي بالظبط اللي هم بيعملوا المسابقه وبينظموا المسابقه وينجحوا المسابقه وينجحوا الماتشات وينجحوا البطولات، فلازم انا اراعيهم ويبقى ليهم نظرة معينة في المقابل المادي عشان يديني وقت من وقته يا كابتن، صح؟ احنا انا دايما بقول احنا دايما في الاستوديوهات نهاجم التحكيم، نهاجم طبعا ده وضع طبيعي، احنا بنقيم مش بنهاجم، بنقيم. ولكن احنا لما بنتكلم عن ان الحكام لهم قبل اللي عليهم، وفي جزء مهم جدا بقى بدون قطع كلام حضرتك، ان لازم كمان احميه. نعم. لازم يبقى تضرب بيد من حديد على اللي يتجاوز، بس لان ده طب يا كابتن، ما هي دي سلاح ذو حدين. انا اسف، انا ممكن دلوقتي حكم لعيب تجاوز عليه طبعا يد من حديد، او اي حد من المنظومه تجاوز عليه يد من حديد، طب لو الحكم اخطا هتعمل ايه؟ ما لا اخطا ده بقى ليها عرف تاني او قانون تاني. هتعمل ايه؟ انك انت اولا هتحاسبه. ماشي، حاسبه ايه نوعيه الحساب اللي اقدر احاسبه؟ يعني انا افتكر اكتر حساب ممكن يتحاسب بيه الحكم هو استبعاده خمس ست مباريات ما يحكمش. طيب هو برضو انت يعني معلش يا كابتن، ما دي نفس المشكله كره القدم، خلي بالك اذا اتكررت انا ممكن اشيله خالص. ابعده عادي جدا، اصلا اعمل له اعاده تقييم الاول وجديد يا كابتن سلام. طبعا في حاجه من الاثنين، يا اما هو يعني لا قدر الله ودي مش موجوده عندنا، اخطا خطا عمد، وده يعني نادرا يعني مش الجيل ده، مش الجيل ده. اما اخطا فنيا وبدون قصد وبدون عمد بتتعمل له تقييم، لان انا عندي ماتشات بتبقى حساسه جدا ومحتاجه حكم يكون موهوب، يكون زي ما قلنا كان يعني ليه باع في اللعب، وبالتالي بقى حكم شخصيته قويه بيدير الماتش كويس، ما بيبقاش ملوش ميول او يعني ما الوان، مش شايف الوان، ما فيش الوان، ما فيش. في ناس صراحه انا بعتبرها ان هي بدون قصد بس مشكله، اللي هي التعويض في التحكيم. نعم. يعني الاقي الفرق 30 40 نقطه اروح مطنش بقى على لعبه مش فرق. لا ما بشوفش اللوحه، دي مشكله، ما بصش على اللوحه، ما بصش على اللوحه، القانون ما فيهوش كده. يعني كان في ناس يعني وده نادرا برضه كانوا بيبقوا كوتشات في الملعب، يعني شايف يدير المباراه مش بيحكم،
دي كانت مصيبه. لا وفي كره القدم حاجه جميله زي ما قال الكابتن العاوي دلوقتي يعني ما في يعني تقريبا ما فيش. لا لا ما فيش. هو وفي دلوقتي مجموعه على فكره الشباب طلع كويسه جدا 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 بس يجب ان تؤهل ويجب ان انت امبارح قلت الكلام ده يجب ان تعمل لها دراسات وتؤهل وتعمل معايشات وتسافر الدورات وتلعب وتتجه للعب. انا شايف يا كابتن والله لو الحكام او التحكيم لا الحكم هو اساس لعبه كره السله او اساس لعبه هو الحكم. انا صارف ملايين الحكم صفر ضد صفاره مش مظبوطه الملايين دي كلها راحت على الارض. الحكم فعلا كابتن سلعاوي ما بالغش اهم عنصر في الماتش ولازم يكون برضو يعني انت بتتكلم عن الصواب العقاب. انا في رايي ان من ضمن الصواب العقاب ان يعني هل الخطا ده مقصود ولا مش مقصود. لو مقصود لا ينزل يتعمل له زي داون جريد اللي هو دولي يعني يشتغل على نفسه ويجتهد وكده يطلع تاني مش مشكله. زي الفار او الاي ار اس بالفار الفار الغلابه خلي بالك. لا في عوامل مساعده دلوقتي حكم الباسكت بيرجع في عوامل مساعده ما كانتش موجوده الاول. حضرتك اللي هو الفيديو ان نرجع الفيديو بيرجع ويشوف الخطا. ما نحن الا بشر فطبعا البشر ده خطاء فما لما تبقى في حاجه تقنيه حديثه زي دي وتساعده على ان هو يرجع في قراره عشان ما يبقاش فيه ظلم ونقول ده صفاره حكم ده دي برضك هتساعدهم كتير. نعم وبرضك الاتحاد. بس انا اعتقد موضوع صفاره حكم دي ما بقتش دلوقتي. لا والله يا كابتن موجوده. لا والله صفاره لا بتفرق ماتشات اللي هي بتبقى فيها نهائي مثلا. لا الصفاره بتفرق يا كابتن حضرتك عارف. والصفاره ده في اوقات بتبقى يعني معلش في حكام كتير جدا بتخاف تصفر في الوقت ده عشان الصفاره ما تبقاش بتهدم امال وطموحات جماهير عريضه واقفه ولاعيبه. لا الموضوع لا صعب. خوف غير لا الخوف ده ما يحكمش. الخوف ده وضع تاني. لا انا بنتكلم على ان معظم طيب. يعني معظم الحكام على مستوى عالي جدا في مصر بصراحه يعني. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطياتنا المستمره. الاهلي وسموحه في الجوله الرابعه في دوري السوبر لكره السله موسم 2022-2023 ولكن بعد الفاصل. شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتصفت احداث المباراه و تقدم من سموحه 35-32 في مباراه الحقيقه يمكن شهدت تفوق نادي سموحه في الفتره الاولى والثانيه اغلب فتراتها. يمكن في الاول شهدت تفوق نادي الاهلي وبعد كده اخذ المبادره نادي سموحه واستمر في التقدم الى نهايه الفتره الثانيه. ارجع لضيوفي كابتن سلعاوي تحليلك للفتره الاولى والثانيه. تحليل يعني انا اعتقد ان النهارده فريق نادي الاهلي يعني عايز اقول ان هو بالنسبه للمباراه يعني في مباراه متوسطه قدمها دفاعا وهجوما. مش دفاع وهجوم الاثنين. الاثنين دفاع وهجوم بدليل ان سموحه حطت 35 نقطه في 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 شوطين يعني بمعدل 17.5 نقطه في الشوط وده سكور كبير يخش سكور فيك. كبير طبعا يخش فيك خاصه ان احنا لسه قبل في البرنامج كنا بنقول ان احنا من اقوى الدفاعات. نعم ومن اقوى وكانت بدايه متوتره يعني بالنسبه لبعض شويه شويه يعني بالنسبه لبعض اللعيبه وده الملخص لو محدش اتفرج معانا على الشوط الاول الثاني يقدر يتفرج طبعا او مهزوزه شويه من بعض لاعبي النادي. سموحه احترم النادي الاهلي احترم انه نادي بطل لعب بكل قوته قدر يفوز الشوط الاولاني 22-19 والشوط الثاني 35-32. الشوط الثاني تحسن الاداء لاعبي الاهلي بعض على فترات. خلي بالك يا كابتن انت يعني معلش يعني هم نادي سموحه سجل 22 نقطه في الشوط الاول سجل في الشوط الثاني 13 بس يعني انت 13 الشوط الثاني عامل جود ديفنس بس الشوط الاول هو كان لازم تحسن الاداء دفاعا وهجوما في الشوط الثاني. يعني تحسن الاداء هجوما ودفاعا في الشوط الثاني لكن برضه لسه الاداء لم يرتقي الى مستوى البطل كما تعودنا من فرقه النادي الاهلي. نعم اعتقد الشوط الثالث والرابع هيحصل دش بين الشوطين واعتقد هيتغير الاكيد ان شاء الله. كابتن طاهر راي حضرتك فنيا في الفتره الاولى والثانيه. هو طبعا انا شايف ان الاهلي بيمر بفتره صعبه شويه مش سبب الاصابات لان طبعا سموحه برضك عنده اصابات واصابات جوهريه يعني. نعم. في ناس لعيبه جوهريه فيه بس هو في حاله المؤشر بتاع دور بدايه دور الثمانيه الثلاث ماتشات اللي قبل دول ودور ال 16 كان
وان سايد جيم كل الماتشات. نعم. فمش واضحه، ابتدت توضح دلوقتي لما الماتش ازم ازمه بقى قريب. في عندنا مشكله في بعض المراكز طبعا، بصرف النظر برضك احنا ما نقدرش نقول الاصابات، احنا مفروض نادي بطل على مدى الموسم اللي فات كله، واحنا اخر قبل اخر بطوله واخدينها، فبالتالي مفروض عندك لعيبه كتير ممكن يسدوا مطرح المصابين. نعم. بس هو في حاله خاصه في الديفنس النهارده حاله غريبه، يعني الرجوع مش سريع، الدفاع مش قوي، مفيش هلب، الحاجات دي كلها طبعا بتأثر، واحنا طبعا اتفقنا على ان الديفنس هو مفتاح المكسب. نعم. وزي ما قلت حضرتك مستلطيخا لكلامك، ان المفروض ان انت عشان تكسب بطوله لازم الدفاع. طب يا كابتن انا حاسس برضو بحاجه، معرفش راي حضراتكم، هي حاسس ان في شويه عصبيه شويه. يعني في اولا يعني في تركيز بالكلام مع الحكام. في تركيز بزياده مع الحكام، احنا خلاص الحكام في اخطاء، ايوه في اخطاء، ولكن خلاص احنا لازم نعترف بيها، وكان الاخطاء موجوده قبل ذلك بس ما كناش بنركز بالشكل ده. اللعيبه بقت مركزه اكتر مع الحكام، ده بيخرج بره تركيزك. انا حاسس كده، انا كنت لعيب وحاسس. اوكي وانا حاسس ان كل كوره بعلق عليها، بروح للحكم بتكلم مع الحكم، لا خلاص. ما دي الحاله اللي احنا بنقول عليها اللي ايه، يعني مش واضحه فنيا. في حاجه في عصبيه، بنقول لحضرتك في عصبيه شويه عصبيه. وعلى فكره برضه مع الجهاز الفني كمان، يعني الجهاز الفني واللاعبين، يعني حتى الجهاز الفني مستر اجوستي اكتر من مره بيتكلم مع الحكام، كل شويه بيشوفه قبل كده. الموسم ده ان هو بيتكلم مع الحكام كتير، يعني ما اعرفش بقى اذا كانت دي استراتيجيه. لا الحكام عندهم اخطاء ما ننكرش، بس هي الفكره انه انا ممكن، انا كان زمان المدربين يقولوا ان انا هتكلم انا مع الحكم بس انت مالكش دعوه. ركز انت في الملعب. اقلم نفسك، انما مش معقول ال 12 كلهم في الاوفنس وفي الدفاع بتكلم على الحكام، اكيد ده بياخد من تركيزك. ويبص البنجي والبنجي يأيده بالظبط، بتاع شغلانه بيبقى خرج بره تركيزك بالظبط. فانا شايف ان احنا لازم نهدى شويه، لازم ما نتكلمش مع التحكيم اكتر من كده، خلاص التحكيم ليه وعليه، احنا علينا وعلى الكل. وبعدين احنا اللعيبه لما بتغلط بتعمل ديناي او تعمل يعني ايه، ان المشكله عند الحكم مش عندي، ده الحكم مصفليش. وبالتالي ما بيعترفش، زي ما بيقول اللي ما بيعترفش بخطأ، واللي ما يعترفش بخطأه يبقى مش هيصلحه. صح. ودي متفق معانا يا كابتن سلاوي، متفق مع كابتن طاهر في دي؟ طبعا انا متفق كليا مع كابتن طاهر، بس انا عايز اضيف حته صغيره، ان احنا فقدنا حاجه مهمه جدا جدا النهارده في الاتاك، هي الفاست بريك. النهارده انا ما شفتش ما شفناش فاست بريك كما كابتن. كلام حضرتك صح يا كابتن، برافو برافو. ليه الشوط الثاني احنا حاطين 13 بونت بس؟ ما انا بقول لك مفيش فاست بريك. مفيش فاست بريك، ده برضو عشان ما هو الفاست بريك هيجي من ريباوند، مفيش ريباوند، هم برضو بياخدوا عشان كده نزل عبد الله واثنين طوال اثنين خمسات نزلهم عشان يستحوذ على الكرات المرتده. طب ليه الريباوند مفيش؟ حضرتك كنت راجل يعني يعني ريباوندر كبير يا كابتن، مفيش يعني بوزيشن كويس، تمركز عشان اقدر اخد منه الكوره، اقدر اخد منه الكوره. مفيش، زائد ان مفيش مساعده من الخطوط الاماميه في الدفاع. المفروض الخط الامامي اللي هو قدام اللاعب الارتكاز هم اللي ينزلوا يعملوا هيلب وينزلوا يساعدوا ويحجزوا اللعبة. يعني قصد حضرتك ان الريباوند مش مهمه اللاعبين الطوال فقط، بس لا اللعيبه اللي بتدافع بره المنطقه برضو محتاجين يخشوا. يعني النهارده باين جدا ان عندناش فاست بريك، تاثير الفاست بريك. طب يا كابتن النهارده ال 12 لاعب تقريبا لعبوا في الاول والثاني، يعني عمرو زهران لعب، مؤمن طارق خيري لعب، ايهاب امين لعب، عمرو الجندي، مروان سرحان لسه ما شاركش صح؟ شارك انا اسف، شارك بس ما كانش موفق فخر. مروان سرحان شارك، كريم حاتم شارك، احمد مهيب، وولتر هوج، احمد اسماعيل، محمد ابو النصر، عبد الله ناصر، عمر طارق، 12 لعيب شاركوا. هو ده الروتيشن اللي احنا متعودين عليه. بس ده الروتيشن. ظاهره كان زمان 10 يشاركوا في الاول والثاني، النهارده اول مره بيجرب كل الناس. الراجل عايز، لا وال 12 كلهم خدوا وقت. يعني ده لدرجه انه في الشوط الثاني سحب الخمسه اللي في الملعب. وممكن يكون دي استراتيجيه بتاعته،
نعم. وهو كان بيعملها قبل كده برضك في الـ في الـ في الـ في البطولات زي بطوله القاهره التمهيدي بتاع الدوري برضك كان بيعمل كده. خلينا نقول يا كابتن برضو ده لا ينتقص من مستوى سموحه. لا 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 لا، عامله مباراه كويسه جدا بامانه، محترمه النادي الاهلي، محترمه قدراته، محترمه ان بتلعب فرقه بطل عايزه تظهر بصوره مشرفه، مدرب مذاكر الاهلي يعني مباراه. لا مبارا يعني لا، انا كنت اتوقع السيناريو بتاع المباراه غير كده، لكن مباراة جيدة. مباراة جيدة اللي فرض علينا اللعب ده هو سموحة بأمانة. السيناريو في الورطة الثالث والرابع هيتغير لصالح الأهلي، أنا يعني الدنيا تفتح للأهلي، متوقع لأنه هو بدل غير ال 12 دلوقتي هيركز بقى على الخمسة الموفقين. لا هو أوريدي بيقعد في الأول يجرب الموضوع لغاية لما. بس أنا بقول إن كيس يا كابتن، هقول مشروط ده كلام حضرتك، أنا متوقعه برضه بس مشروط شويه هدوء. ايوه عايزين تركيز شويه من الكلام المدرب اللي هيقوله بين الشوطين، عايزين ان تنفيذ للتعليمات اللي هو بيقولها دفاعا وهجوما، عايزين نقول ان مالناش دعوه بالتحكيم، خلوني انا مع الحكام. المدرب بقى بيتشد مشكله، انما مش ما فيش مانع ان ممكن يستبعد ناس اللي هم موفقوش الشوط الاولاني. موفقوش اللي هم اتكلموا كتير ممكن يروح بقى ديهم جانبهم ويركز مع الناس. يعني مثلا الحكام في خطا الثاني لابو النصر مش فاول، انا شايف الخطا الثاني اللي بناء عليه سحب ابو النصر مستر اجوستي ده مش فاول، انا شايف الحكم جنبه التوفيق في كده. بس قصدي اقول لك ممكن صفاره اثنين ثلاثه، انما مش معقول انا كل صفاره هنفعل وبتاع، بتبقى دي اكيد انا كنت لعيب لما انفعل مع الحكام اركز معاه تاخد من تركيزي على طول تركيز وما اعترفش بخطا خلاص. يعني في حاجات انا بعترف، يعني بعترف حتى مع نفسي ليه؟ عشان اصلح. نعم. يعني في واحد بيعمل ووك، هو مش حاسس ان هو بيعمل ووك. لا الحكم مش شايف غلط. لا الحكم صفر والووك ووك. والمساله متكرره. متكرره يعني معناها ان هو مش حاسس ان هو غلط. وبالتالي بيحمل الحكام ان هم السبب في ان هم بيصفروا صفاره. طب كابتن برضو في مش هيصلح في مش نقطة هيصلح الوقت. صحيح في نقطه برضو انا عايز اخد راي حضراتكم فيها. احنا بنعمل ضغط حلو، يعني الضغط على البوينت جارد فول كورت كويس بنرجع، بس انا الضغط مع اول وتاني كوره، الثالثه بحس ان الملعب فتح في وسع. ليه بقى؟ يعني بحس الملعب يعني دريبل ماشي، سموحه باصت اول باصه في الثانيه بلاقي الملعب. ليه؟ هل الروتيشن في الديفنس روتيشن والهلب؟ مفيش روتيشن ومفيش هلب، لان او يعني مع اول كره وتاني كره بيبقى تمام، مع الثالثه ما بن ايه ما بنكملش. لا المساحات وسعت وتلاقي في درايف دخول، في ناس بتخش، في ناس ما بتروحش تعمل هلب زي الكابتن طاهر بيقول، يبقى هي اذا ده اللي خلى التمركز يلبس اثنين فاول واللعيبه عندها تلبس او السناتر يلبسون في دخول الدخول على السناتر بتلبس. يعني حضرتك شايف انه الموضوع ده انتوا حاسين بيه زي ما انا حاسس ان احنا مع اول وتاني باصه الملعب بيتفتح بالظبط، ومع ان الاولاني وتاني باصه بيبقى الشغل كويس قوي. ويعني هو رايح مودي اللعيب على الصيد على الحته الوادي وشغال كويس جدا جدا، الكره الثالثه الملعب بتوسع فبتروح للكره ناحيه اليمين يروح داخل يعمل درايف، مفيش هيلد من الصيد العكسي بالزبط. الناحيه العكسيه بالظبط. يعني الحاجات دي بتهيألي كلها محتاجه اعتقد دي كلها هتتظبط يعني الشوط الثالث يعني والرابع، محتاجه كلام بس مع اللعيبه مش اكتر. يعني هم عندهم الحاجات دي هو يعني احنا طبعا لما انا هركز في ماتش الاتحاد مش هركز مع سموحه، مش هغير ال 12 يعني مش هلعب ال 12 في كوارتريه. صحيح صحيح. هو دلوقتي بقى هيلعب بقى تاتو الرابع، هتلاقي بقى هو بيعمل حسابه تشكيلات لان الماتشات هتبدا تصعب. نعم يعني احنا كنا وبعدين في جزيره، في زمالك، في حتى لو الزمالك يعني النهارده اخر فرصه على ملعبنا ممكن يجرب اللعيبه ويعمل الروتيشن السريع ده، وبعد كده هيخش في ماتشات بقى مطالب منه ان شاء الله انه يكون في تركيز على المكسب، لان في لان هي بقى بالذات في اسكندريه بالذات في اسكندريه. طب كباتن خلاص توقعاتكم ان شاء الله النادي الاهلي الثالث والرابع هيختلف الاداء ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين ده كان تحليلنا للفتره الاولى والثانيه، خلينا نطير لصاله الامير عبد الله الفيصل زي ما حضراتكم بتشوف لحظات وهتنطلق الفتره الثالثه والرابعه. هنروح لمعلقنا كابتن احمد مناع ونتفرج على احداث الفتره الثالثه والرابعه، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله وينهي المباراه بفوز كبير باذن الله. فالى هناك. شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. في تغير مفاجئ الحقيقه واختلاف كامل في الاداء، نجح النادي الاهلي ان هو يحسم اللقاء بنتيجه 81-59، مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي سموحه، عمل مباراه كبيره، ولكن النادي الاهلي نجح
في الكوارتر الثالث والرابع انه يتبدل تماما. كل السلبيات اللي كانت في الشوط الاول والثاني اختفت، بل بالعكس ايجابيات ولعب سريع وريباوند وديفنس. النادي الاهلي تغير تماما وكانت النتيجه على السكور 81-59. ارجع لضيوف في الاستوديو كابتن طاهر، زي ما توقعت زي ما احنا الشوط الثالث والرابع الدنيا هتتقلب خالص للنادي الاهلي بلا شك. هو هدفه في الاولاني والثاني غير هدفه في الثالث والرابع. هو يعني مشهور بانه هو في الحته المصيريه بيتحول بيتغير، يعني ماتش مش مصيري هتلاقيه بيعمل روتيشن كتير، هتلاقيه بيغير، هتلاقيه بيدي فرص للناشئين الحاجات دي. انما لما تيجي بقى مساله فيها حسم وفيها مصير، مصير بطوله، مصير ماتش، بيغير، بيلعب بكل اوراقه، ما بيلعب بكل اوراقه، وبيبقى بيركز ان هو مش هيدي فرصه للناس كلها 12، لا هو بقى غير في اسلوب فني يوصله للمكسب. نعم. وبالتالي زي ما احنا شفنا كده اهو، بعد ما كنا متاخرين بثلاث نقاط النهارده فرقنا فرق قرب ال 30 بونت تقريبا. طيب. نعم. في كوارترين وده فعلا يبقى هو كان يقصد حاجه، مش بص على السكور قد ما بص انه يعمل روتيشن يجرب لعيبه. لما دخل الموضوع بقى في التحسب قال لك العب بكل قوتي، وده اللي كان كابتن سلعاوي. التالت والرابع كان في تحول غريب جدا، خاصة في الدفاع والفاست بريك. يعني احنا النهارده لما نلاقي نادي سموحة حط 59 بونت توتال منهم محطوط في الشوط الأول، كان كام يا كابتن الشوط الأول؟ كان السكور في الشوط الأول 32، يعني نجح إنه يتحط 26 نقطة فقط في الكوارت التالت والرابع، يعني بمعدل 13 نقطة. وخلي بالك كابتن والشوط الثاني كمان كان 13 نقطة. يعني السموحة حط 13 في الثاني والتالت والرابع، في الأول حاطط 19 نقطه. فهنا في تحول ملحوظ في الدفاع. طبعا هي بدايه قويه بدانا بيها الشوط التالي، اظهرت شخصيه البطل. كان الدفاع نجوم، اللعيبه اتحركت برجليها صح، تالق ولتر ووتج في الكوارتر الثالث هو وابو النصر. الفاست بريك رجع لنا، فرجعت شخصيه النادي الاهلي. هي كانت مشكلة الشوط الأولاني والتاني إن مفيش فاست بريك، أصبح عندنا ريباوند أو لم كرات وطلوع منها بفاست بريك سريع، فأدت إلى ظهور النادي بهذا بالشوط الثالث والرابع. وأعتقد إن الثالث والرابع يعني أظهرت بعض، يعني معظم نجوم، كان في نجوم، كان تألق عمرو الجندي وتألق إيهاب أمين وكريم حاتم. طب كابتن هستأذن حضرتك بس عشان نروح لأرض الملعب وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع المدرب العام الكابتن أحمد الجرحي. اتفضل يا محمد. تحياتي ليك كابتن هيثم السعيد. بعد انتهاء مباراه الاهلي وسموحه وفوز النادي الاهلي بنتيجه كبيره جدا، الف مبروك لحضرتك وضيوف الكرام وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي، الف مبروك. يمكن اداء اكثر من رائع خاصه في الكوارتر الثالث، تقريبا احنا في الشوط الاول كله جبنا 32 بونت، الكوارتر الثالث لوحده احنا جايبين 34 بونت. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، برحب حضرتك وكابتن هيثم وضيوفه الاستوديو كابتن طاهر رجب وكابتن سرعاوي طبعا كباتن مصر. فطبعا الكوارترين الاولين كنا بعيد عن مستوانا تماما، ممكن تكون انت كسبان سموحه الماتشين اللي فاتوا بفارق سكور كبير، مع ان احنا نبهنا على الموضوع ده، لكن طبعا في الجزء الثاني من المباراه الكوارتر الثالث والرابع الاداء كان اكثر من رائع، اللعيبه نفذت تعليمات على اكمل وجه، كل ماتش عن الثاني يعني بنحاول نصلح اخطائنا. بس طبعا الناس لازم تفهم ان احنا في اللي هو يعني الريجولر سيزون اللي هو رايح جاي ده، لازم كله يشارك، كله ياخد فرص، مش هتقدر ان انت تبقى مثبت تشكيل معين تلعب بيه، ولازم تجهز كل الناس لمراحل الحسم اللي هي البلاي اوفز. فان شاء الله باذن الله مع وجود السكواد كله، يعني الناس اللي يعني اللي رجعت من الاصابه ولسه سيف سمير ان شاء الله يرجع، وعمر عزب اتمنى له السلامه، عمل عمليه الزايده. كل ما بنرجع وبنكمل كل ما الفرقه ان شاء الله ادائها هيبقى احسن باذن الله. يعني يمكن من اهم كمان مكاسب اللقاء يعني غير المكسب والاثنين بونت، اعتقد كمان مشاركه عدد كبير من اللاعبين. يعني طمنا بقى على الفريق بشكل كامل، خاصه ان احنا مقبلين على مباراه مهمه امام نادي الزمالك خارج ملعب. اكيد يعني مباراه الزمالك مباراه كبيره، بس زيها زي مباراه الجزيره، زي مباراه الاتحاد، زي مباريات كثيره. يعني احنا الدوري بتاعنا مليان ماتشات كبيره، ان شاء الله نبقى بنفس السكواد الموجود النهارده، وممكن سيف يبقى معانا ان شاء الله.
واللعيبه كلها جاهزه. عمر عزب طبعا يعني هيبقى هيغيب لفتره طبعا، عمليه الزايده تقريبا شهر شهر واسبوع، اتمنى له الشفاء ان شاء الله ويرجع معانا زي الاول. ولكن عندنا قطاع ناشئين برضو بنصعد منه الاولاد، يعني زي كريم حاتم حضرتك شايفه النهارده، او مؤمن خيري وعبد الله ناصر النهارده، يعني اللي بدا يستعيد جزء من المستوى اللي احنا بنتمناه منه. فان شاء الله خير وجاهزين للماتشات اللي جايه باذن الله. رساله بقى لجمهور النادي الاهلي اللي كان معاكم من بدايه الموسم ولف معاكم الدول العربيه كلها، ما بيسيبكمش في اي مكان، كانوا محروم شويه انه يكون معاكم هنا في مصر في المدرجات، لكن اعتقد انتوا حاسين بدعمهم. يعني جمهور النادي الاهلي ده طبعا فوق دماغنا، احنا بنلعب عشان نفرحهم، نفسنا نفرحهم في كل البطولات اللي جايه، نفسنا ان شاء الله الدوري فيه جمهور، يعني ان شاء الله كده الموضوع يتحل، وتقريبا الدوري هيبقى عن طريق تذكرتي، النادي يعني باذن الله يتعاقد مع تذكرتي وجمهور يبدا يخش الماتشات اللي جايه، لان فعلا احنا محتاجينهم في مدرجات، وجودهم بيدينا دفعه كبيره، وجودهم بيحسس اللعيبه، اللعيبه حاسه بمسؤوليه ان هي بتلعب في النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، لكن وجود الملعب، وجود الجمهور في الملعب ده طبعا بيحسس اللعيبه بمسؤوليه اكبر، والجهاز وكل الناس ان لا لازم تدي 100% بتاعتك كل ثانيه في الملعب او في التمرين او في اي دقيقه انت موجود فيها جوه النادي الاهلي. شكرا كابتن احمد، دايما متوفقين باذن الله. شكرا، ميرسي، ربنا يخليك. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن احمد الجارح المدرب العام للفريق. دايما يا رب النادي الاهلي موفق باذن الله رب العالمين. يمكن حتى اكيد حضرتك شايف من خلفي دلوقتي مفيش وقت على طول، كل يوم بطوله، كل يوم رياضه مختلفه. فريق الطايره بيستعد طبعا لمباراه الغد امام الزمالك باذن الله، ان شاء الله كمان نتمنى لهم التوفيق، ومستمر مع حضرتك وتغطيه المباراه ومزيد من اللقاءات باذن الله. كمل كابتن هيثم اتفضل. نعم زميلي العزيز محمد توفيق، من لعبه للعبه، منافسات لمنافسات، زي ما شفنا في خلفيه يعني اللقاء محمد توفيق اللي بشكره عليه، وكابتن احمد الجارح المدرب العام الحقيقه ليه بصمه كبيره مع الجهاز الفني في الفريق الاول. شفنا فريق كره الطائره بيستعد في المران الاخير قبل مباراه الزمالك بكره ان شاء الله، واللي بناكد لحضراتكم ان احنا هنذاعها ايضا على شاشه قناه النادي الاهلي في تمام الساعه 8، والاستوديو التحليلي هينطلق في تمام الساعه 7 كما عودناكم. بقدر استطاعتنا هنكون مع ابطالنا ونجومنا في النادي الاهلي. مبروك النهارده النادي الاهلي، هارد لك نادي سموحه، ان شاء الله اللي جاي افضل. ممكن مباراه السله القادمه زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا في تصريح كابتن احمد الجرحي، هي مباراه نادي الزمالك في صاله عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك في 100 عقبه. كابتن سلعاوي، يمكن المباراه الجايه خلاص زي ما حضرتك قلت يعني دخلنا في الجد، هتبتدي بقى تخش على الزمالك، هتخش بعد كده جزيره، اتحاد، يعني هتخش في المباريات المهمه. شايف التالت والرابع ده يعني مؤشر جيد جدا طبعا. تمام. مؤشر جيد جدا ليه؟ رجع شخصيه النادي الاهلي وشخصيه البطل في فرد اسلوب لعب وسيطرته على المباراه. اهم حاجه في المباراه انك تفرض اسلوب لعبك على الخصم، فده اللي حصل في الشوط الثاني. الدفاع قوي جدا، هجوم منسق، تنفيذ تعليمات، فكان بصراحه يستحقوا الاشاده. كابتن سلعاوي، اختار لي النهارده اثنين لعيبه، مش هنقول لعيب لان الصراحه النهارده الفرقه كانت في تاتو رابع كلها كويسه. اختار لي اثنين لعيبه النهارده. وولتر ووجي وابو النصر. كابتن طاهر، اللعيبه الكويسه النهارده اعتقد وولتر هوج كان كويس، و اعتقد كمان ابو النصر زي ما قال يعني حضرتك متفق مع كابتن سلعاوي. وولتر هوج، واعتقد انت متفق معانا وانا متفق معاك. بس انا هرتب بقى ابو النصر وولتر هوج، لان ابو النصر الحقيقه يعني كان النهارده انا يعني في يعني يمكن وولتر هوج كان موفق في الناحيه الهجوميه، ولكن ابو النصر لعيب دفاعيا. لا ابو النصر كان دفاعيا وهجوميا راجل بصراحه، هو اصلا بقى له فتره على هذا المستوى، بقى له سنه اثنين ثلاثه جندي موجود بالنسبه للفرقه. خبره يعني بقت دي حاجه تقيله في التيم بتاع النادي الاهلي. طب يعني اضيف حضراتكم كمان يعني طبعا من الشعر بيت، ابو النصر ينزل في الدقيقة الأولى، ينزل في الدقيقة الأخيرة، ينزل 30 ثانية، ينزل 10 دقايق، هو أبو النصر ما بيبصش لو نازل إمتى ولا نازل إيه فين ولا مع مين ولا ماسك مين. عنده مهمة بيأديها بأكمل وجه. يعني أبو النصر بأمانة لاعب يعني من اللعيبة اللي أنا يعني بحبهم جدا. أنا كمدير فني أتمنى يبقى عندي، لو أنا مدير فني أتمنى يبقى عندي 12 لعيب زي أبو النصر. أبو النصر كروح أبو النصر وكأداء أبو النصر. وبعدين اللعيب الكويس هو باستمرار تبقى نسبته ثابتة. يعني في لعيبه كويسين جدا كل حاجه، بس نسبته النهارده 90% عالي تحت. تاني يوم ولا تاني ماتش هتلاقيه 10% و15%، ما انتش عارف تعمل حساباتك عليه اذا كان النهارده هيديك ال 90%. وكان في لعيبه كتير ولعيبه ليهم واسمهم
وزنه. وبعدين يعني انا اتمنى ان احنا نبدا الثالث والرابع ده في كل مباراتنا اللي جايه. طب كابتن سلعاوي بمناسبه حضرتك قلت نبتدي زي الثالث والرابع شايف الفرقه النهارده لما كانت اهدى وبدا نركز في الباسكت بول بس مركزين في ادائنا اللي هو يعني لو احنا ركزنا فيه ما حدش قادر يوقفنا، شايف ده فرق مع الفرقه يا كابتن؟ طبعا احنا اتفقنا في اول الجيم قلنا ايه في بيت الثالث والرابع، قلنا احنا عايزين شويه هدوء وتركيز وتنفيذ تعليمات، وده اللي حصل. مدرب اغوستي هو اللي اتكلم، هو اللي اذا كان في مشكله مع الحكام اللعيبه جوه الملعب بس بتادي ما هو مطلوب منها دفاعيا وهجوميا، وده اللي حصل في الثالث والرابع. كابتن طاهر شايف نفس الكلام ان الهدوء في اللعب وتركيز في ارض الملعب بصرف النظر عن الاخطاء التحكيميه اللي احنا بنقول فيه اخطاء كتير، احنا ما بنقولش ما فيش في اخطاء، وعلى فكره على الفرقتين عشان بس طبعا. ايه ما نقولش يعني يقولوا لا ده استوديو النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي الاستوديو التحليلي بيجي لصالح النادي الاهلي، لا الاخطاء على الناحيتين واحنا معترفين بكده ما بنقولش لا، بس شايف لما الهدوء بيكون متواجد والفرقه مركزه في الباسكت طبعا بيفرق طبعا. التركيز مهم جدا في لعبتنا دي، اذا ما كنتش انا مركز انما لما انا هركز ان الحكم ده مستقصدني، الحكم ده صفر عليا صفرتين غلط، ده كله طبعا مش في صالح مستوى اللعيب، يعني مستوى اللعيب بيقل بيقل وبيقل بنسبه كبيره، زائد ان هو نفسه بيبتدي يحاسب نفسه، انا بعمل يعني انا بعمل حسابي على ان الحكم ده بشر وممكن يخطا. نعم. فبالتالي زي السواق لما يقول لك السواق كويس اللي هو يعمل حساب اخطاء الغير الغير هي لحد ما اقبل بيها والعب بالظبط. ما انت بتغلط يعني انا كلعيب ما انا بغلط اكيد بعمل غلط، الحكم ده زي بشر نفس الشيء ممكن ما شافش حاجه، ممكن صفاره تبقى تقديرها مش مظبوط. بس النهارده في تصريح من كابتن احمد الجرحي النهارده واضح انه في تعليمات ممكن تبقى مش متشافه او تعليمات شفويه ان الماتشات تكون بدون جمهور، انا ما فيش ورق طلع او حاجه قالنا كده يعني بعد الحادث طبعا للاسف اللي حصل في مع جمهور نادي الاتحاد في مباراه السوبر، والدليل على كده هتلاقي كل الماتشات حتى ماتش الاتحاد نفسه سكندري في اسكندريه ما كانش فيه جمهور، وحتى في البنات صح في البنات. طيب يبقى واضح كده انه في تعليمات من الاتحاد ممكن قد تكون شفويه، ما عنديش ورق وما عنديش حاجه انه ما بقاش فيه جمهور، واضح ان في خطوه هتتاخد انه يبقى في تعاقد مع شركه معينه. هو متعاقدين اوريدي؟ لا انا بتكلم ان يبقى حتى المباريات اللي في ملاعب الانديه يكون الدخول من خلال شركه تذكرتي او الشركه المسؤوله عن حجز التذاكر، واضح ان الاتحاد عايز يعمم الموضوع ده على كل المباريات عشان ما يحصلش لا قدر الله حاجه او كده. المشكله بس واضح ان ده في تعليمات بكده. المشكله بعد اذنك اللي حصل في ماتش الاتحاد هو ان الجمهور لم يلتزم بالتعليمات اللي صدرت له. أنا بص حسب يا كابتن حسب بص انا اقول لحضرتك هو في تحقيق بيحصل والدنيا بتقول يعني ما نقدرش نقول مين بس هو في جهات بتتولى التحقيق في الحادثه، ولكن انا احنا كناس يهمنا في الاول والاخر ايه؟ جمهور. سلامه الجمهور. سلامه الناس. بس هو انا شايفه مش شغب دي مش يعني انا مش شايف ان ده شغب يعني لا 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 مش شغب, مش شغب لا نهائيا لا مش شغب لا لا مش شغب. يعني ده عباره عن حادث بيحصل في اي حته في العالم لكن ده مش شغب وده برضه مين المسؤول دي مش بتاعتنا ومين المسؤول ده هتحدده جهات معينه صح. لكن اللي احنا بنطالب بايه؟ بعوده الجمهور عشان اي رياضه بدون جمهور ليس لها طعم. وخليني اقول لك برضه يا كابتن التجربه اللي اتعملت يا كابتن طاهر وحضور جماهير الاهلي والاتحاد كانت تجربه ناجحه طبعا يعني سيبك يعني ما قبل الحادثه بثانيه طبعا ناجحه هو المستوى بيرفع بس انا اللي عاوز اقوله ان في اي ايفنت يعني لما اشتغلت انا في الجامعه الامريكيه الى فتره معينه عندهم اهتمام خاص بانك انت اي ايفنت نمره واحد سيفتي نمره اتنين سيكيورتي يعني السيفتي يجي قبل وبتبلغ اداره السيفتي وتطمن ان ايه ان ما يحصلش اي حاجه نسيبها للتوفيق والحظ كل حاجة مترتبة ان ما يعني اهم حاجة عندهم حياة البني ادم والسيفتي بتاعه وان هو ما يتعرضش لأذى فحاجة زي دي هتلاقي الاخطاء مشتركة يعني في خطأ صحيح على الجمهور في خطأ على التنظيم
وممكن اللي ما اعرفوش وما اقدرش افتي فيه الخطا في المكان اللي وقع ده، هل في حاجه هندسيه او حاجه حصلت؟ ده بقى جات التحقيق المعنيه هتحدد بقى التفاصيل. فهم انت لازم تتفق مع شركه سيفتي. شركه سيفتي دي بيبقى فيه مهندسين متخصصين ممكن بيتخيلوا السيناريوهات الأسوأ بالظبط وبيحاولوا يتجنبوها عشان ما تحصلش. بالظبط بالظبط، يعني المسألة يعني نمرة واحد سيفتي، نمرة اتنين بقى السكيورتي والسكيورتي برضك متوفر الحمد لله، جزء من السيفتي تمام، لان يعني حتى هو كان جزء من الجماهير وخروجها كان متأمن كويس. حتى مباراة المرتبط انا كنت حضرت مباراة المرتبط الملعب، كنت شايف دخول وانضباط وانتظام. احنا ساعدنا ان ايه الجمهور رجع وفي الباسكت، ما الهاندبول الجمهور راجع فيه من مده. طب كابتن استاذن حضرتك واستاذ كابتن سلعاوي، خلينا نطير لملعب او صاله الامير عبد الله الفيصل والزميله روزان نصر ولقاء مع نجم الفريق ونجم منتخب مصر وكابتن منتخب مصر الكابتن عمرو الجندي. اتفضل يا روزان. برحب بيك مره ثانيه كابتن هيثم وبرحب بضيوفك الكرام. الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي على نادي سموحه، مباراه قويه جدا، الف مبروك لكل جماهير القلعه الحمراء. يعني في احد اللحظات دي انا معايا كابتن عمرو الجندي، يعني نجم فريق نادي الاهلي. برحب بيك طبعا في البدايه كابتن عمرو، يعني قولي بقى شفت مباراه النهارده ازاي، ويعني كلمني عن استعداداتكم كمان للمباريات المقبله. اول حاجه الحمد لله على المكسب. الماتش النهارده ابتدينا شويه مش كويس، كنا احنا اخر ماتش لعبناهم في الكاس كسبنا مكسب كبير، فكنا مستعجلين مكسب شويه في الاول. في الهاف تايم لما كنتش اتكلم معانا قال لنا بس احنا محتاجين نهدى ونحسن قراراتنا، ومجرد بس حركنا الكوره ولعبنا مع بعض قدرنا نكسب برده بفرق كويس، ولعبنا كويس قوي في الثالث والرابع. بنحاول الماتش الجاي عندنا الزمالك في الزمالك، ماتش صعب يعني دلوقتي من اول دلوقتي والله الثلاث ماتشات الجايين اقوياء، الزمالك جزيره الاتحاد. يعني محتاجين نساعد الكوتش بكره في تمرين وبعد كده تمرينتين عشان نستعد للماتش، وزي اي ماتش يعني هنحاول نستعد له. الرايح جاي محتاجين نخلص يعني ان شاء الله اول عشان ناخد الطريق يعني بعد كده نلعب تامن وفي البلاي اوفس. كابتن عمرو يعني كلمني عن اهم التعليمات او ابرز الحاجات اللي بتركزوا عليها قبل طبعا المباريات المهمه زي ماتش الزمالك اللي جاي. والله كل فريق بيبقى ليه استعداد خاص يعني على حسب ازاي هيبقى ايه استراتيجيتنا الدفاعيه والهجوميه في على حسب الماتش ده، الكوتش هو اللي بيقوله. بنعمل فيديو ميتنج وبنعمل بنحضر للماتش ازاي، بنشوف ايه ابرز مفاتيح اللعب عند كل فريق وبنحاول نقفلها. يعني كل ماتش بيبقى استعدادات مختلفه، ان يعني كل فريق بيبقى عنده استراتيجيه بيلعب بيها، واحنا بنحاول نحط جيم بلان كويسه ان احنا نقدر نكسب ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن عمرو الجندي، نورتنا. شكرا كابتن هيثم. ده كان لقائنا مع كابتن عمرو الجندي احد طبعا نجوم سله رجال بالنادي الاهلي. بشكركم جدا وعوده ليك كابتن هيثم مره ثانيه. زميلتي العزيزه روزان نصر من ارض الملعب بشكرك شكرا جزيلا. يمكن اللقاء زي ما حضراتكم شفتوا حصل على باب الصاله عشان طبعا اكيد احتكاك الكره الطائره، وده للنادي الاهلي طبعا حريص. يعني احنا ما كنا نتمرن بعد الكره الطائره كان لازم بننسحب من الملعب بسرعه، بنتمرن او كره اليد بتتمرن بعدينا لا او قبلينا كانت بتنسحب من الملعب عشان تدينا الساعتين بتوع التمرين كاملين، ما يبقاش في اي انترفيرنس او اي تداخل مع تمريننا او تمرينهم، بحيث انه يبقى في خصوصيه لكل فريق وهو بيتمرن. وكل التوفيق لفريق الكره الطائره بكره ان شاء الله في مباراته مع الزمالك، ونفكر حضراتكم انه فاز في مباراه الذهاب في ميت عقبه بنتيجه 3-0، اتمنى ان شاء الله تكون نفس النتيجه بكره باذن الله. كابتن سلعاوي يمكن اكيد مباراه النهارده كان ليها فوائد اخرى غير المكسب، غير ان انت تحصل على النقطتين بتوع الفوز، اكيد في مكسب تاني، اكيد في مكاسب اخرى. شايف المكاسب الاخرى النهارده كانت ايه في مباراه اليوم؟ انا شايف المكاسب الاخرى هي كريم حاتم، مؤمن طارق خيري، عبد الله نصر. نعم. من اهم المكاسب دخولهم في فورمته، دخولهم او رجوعهم لفورمته او دخولهم في التشكيلات الاساسيه بتاعه النادي. نعم. وهم صغار السن. طب كابتن سلعاوي استاذ حضرتك خلينا نروح لمحمد توفيق زميلنا من ارض الملعب ولقاء مع شوتر الفريق احمد بوهيب. اتفضل يا محمد. من جديد بتواصل مع كابتن هيثم تحت حضرتك وضيوفك الكرام، وفوز جديد ومشوار جديد النادي الاهلي بيمشيه علشان حفاظ على بطوله جديده المره الثانيه على التوالي باذن الله تكون بطوله سوبر السله رجال في النادي الاهلي. وزي ما كنت بتكلم في الاستوديو عن المكاسب، فاهم المكاسب النهارده هي ثلاثيات مهيب. معايا احمد مهيب. احمد مهيب الف مبروك الفوز النهارده، مباراه كويسه جدا. يمكن اول شوط
كنا متاخرين تقريبا من 3 بونت. الحمد لله الكوارتر الثاني لوحده يعني في فرق تقريبا النادي الاهلي 33 بونت، اداء اقسم رائع على كبير جدا من اللاعبين النهارده كانوا في ادائهم، وفي يعني انت واحد من الناس اللي كانت النهارده لها بصمات كبيره جدا في المباراه خاصه في الثلاثيات، ولسه بنستنى منك الاكثر. الله يبارك فيك اولا، وبمسي على كابتن هيثم وضيوف الكرام. الحمد لله على مكسب النهارده، ماتش سموحه يعني بيبقى من ماتشات الغلسه، يعني الفرق اللي هي اللي بتبقى دايما معاك من الاول كده بتبقى عايزه تكسب. الاداء في اول شوطين ما كانش كويس طبعا، كان في غلطات كتير في الديفنس وكناش موفقين في الاوفنس، بس الحمد لله يعني في ما بين الشوطين مستر جوستي قال لنا على كام حاجه كده مفاتيح لعب يعني نعملها وكده، وقدرنا ان احنا نصحح من اخطائنا، والحمد لله يعني الاداء باين في الثالث والرابع فرقنا الحمد لله الطبيعي يعني الحمد لله. مباراة سموحة خلاص يا الأربع مباريات في المجموعة الحمد لله 4 فوز، دخلنا على 3 مباريات أصعب من بعض على طول، زمالك، جزيرة، اتحاد، محتاجين ثلاثيات مهيب يعني. كلمنا بس سعد ازاي المباريات دي، وانت كمان بتساعد ازاي بشكل شخصي؟ طبعا هو يعني هو الماتشات بتيجي واحده واحده كده بالقوه، يعني كل ماتش بيبقى اقوى من اللي قبليه، مش يعني لازم الفرقه كلها نبقى جاهزين. طبعا الطريق مش سهل خالص، كل الفرقه عايزه تكسب البطل، فده بيحط علينا يعني بريشر، وان احنا المفروض نبقى جاهزين اكتر، مش 100% يعني 200%. فان شاء الله احنا واخدين الموضوع ماتش بماتش، الماتش اللي جاي الزمالك في الزمالك ان شاء الله نقدر ان احنا نكسب يعني الفوز باذن الله، ونجهز واحده واحده كده للماتشات بقى في الريجولر سيزون دي ان شاء الله لحد التوقف باذن الله. زي ما كان كابتن هيثم بيتكلم وضيوف في الاستوديو كابتن محمد سعاد وكابتن طاهر رجب عن المكاسب وعدد كبير جدا من الناشئين بيخش معاكم، انتوا دور كلاعيبه كبيره ايه معاهم بتتعاملوا معاهم ازاي؟ خاصه احنا ما بنشوفش فرق يعني، تقريبا الكوتش بيعمل طول الماتش الروتيشن عدد كبير جدا بيعمل تغييرات بالخمس لاعبين مره واحده، انتوا دوركم ايه وبتتعاملوا معاهم ازاي؟ طبعا وقطاع الناشئين يعني كل شويه بيطلع لنا ما شاء الله موهبه من المواهب يعني كل سنه، السنه اللي فاتت كان عندنا عمرو زهران، مؤمن طبعا كان موجود من السنه اللي فاتت، السنه دي يمكن مؤمن اخذ دور اكتر، كريم ما شاء الله السنه دي يعني لما جات له الفرصه قدر يمسك فيها، بقيه اللعيبه طبعا انا مش عايز انسى حد، بس هم في ناس كتير بتمرن معانا، دورنا احنا كلعيبه يعني كبار ان احنا بنديهم الثقه، بنخليهم يلعبوا من غير خوف، بنديهم شويه نصايح، بس هم ما شاء الله يعني قادرين ان هم يلعبوا في فرقه كبيره زي النادي الاهلي، وقادرين ان هم يدوا ثقه للمدرب ان هو يعتمد عليهم يعني. فانت لو ما في اصابه مثلا في بوزيشن بلاي ميكر، كريم قدر ان هو ياخد شويه لحد ما عمر ان شاء الله يقوم بالسلامه ويرجع لنا، فدي حاجه كويسه يعني، ما فيش دروب في الفرقه دي، بتدي ان انت بتدي يعني بوش للمدرب وللعيبه، ان انت ما عندكش يعني واحد مصاب خلاص لا كله يلعب، لا هو الحمد لله احنا عندنا 14 15 لعيب كلهم قادرين ان هم يلعبوا، ومع الوقت ان شاء الله الاداء يتحسن. طبعا الاداء مش ده اللي احنا منتظرينه حتى كلعيبه ومدربين، فاكيد كابتن هيثم متكلم في الموضوع ده، بس احنا واحده واحده الليفل بيعلى، يمكن السنه اللي فاتت برده كان الاداء مش ما كانش احسن حاجه في اول السيزون، بس مع الماتشات ومع التصحيح الاخطاء اللي احنا بنقع فيها بنقدر الحمد لله ان احنا نعلى، وان شاء الله يعني نعمل موسم تاريخي باذن الله يليق بالنادي الاهلي باذن الله. شكرا مهيب، وان شاء الله مستنيين البطوله في اخر الموسم. شكرا كابتن هيثم، تلقى لقاءنا مع احمد مهيب واحد من نجوم فريق كره السله بالنادي الاهلي، يا رب دايما النادي الاهلي في انتصاراته وبطولاته، ودايما يا رب النادي الاهلي رقم واحد. كمل حضرتك كابتن هيثم اتفضل. زميلنا العزيز محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا، ويمكن جالنا بعض الاحصائيات، هداف المباراه هو وولتر هودج برصيد 29 نقطه بنسبه 35% من سكور النادي الاهلي، وده نسبه كبيره جدا، يمكن انا دي من الماتشات او يمكن اعلى سكور حط وولتر هودج في هذا الموسم، وان شاء الله تبقى بدايه وليست نهايه. بتهيألي يا كابتن سلعاوي يعني وجهه نظر حضراتكم كان مظبوط ان وولتر هودج احد ابرز اللاعبين النهارده، هو محمد ابو النصر 29 نقطه بتهيألي لعيب جامد، لعيب كبير النهارده كويس قوي قوي قوي، سكور يعني كبير، ومش بتاع بلاي ميكر، مش بتاع صانع لعب يعني، هو عنده نزعه تهديفيه كويسه عاليه جدا طبعًا. عنده شوطه 3 بونت كويسه طبعًا جدا، عينيه كويسه في الملعب، بيعرف يشوط بيعرف يشوط بيعرف يروح ليه بسريع جدا، ما بيلحقوش الدفاع. بس هو النهارده كابتن يعني كان وولتر بيلعب شويه، احنا بنقوله يعني بنقول بلغه الباص كده في شويه غل في لعبه يعني، عارف انت جازز على اسنانه مش غل ضد حد، هو احنا بنقولها في الباسكت كده يعني عشان الساده المشاهدين ما يفتكروش، لا يعني في يعني حماس ايوه حماس بتدي الترجمه، انما هو بيلعب بغل شويه النهارده بقوه وحماس شويه يعني. اعتقد ان هو يعني في ماتش اتحاد كان في عليه نقد شويه، فهو طبعا لعيب كبير وخبرته جامده، فطبعا حس ان الموضوع بيتحمل جزء منه، وانه بيلعب في نادي كبير جماهيره ما بتقبلش ابدا ان هو يعني، وبعدين هو بشكل كان يعني كان عامل قبل كده موسم كويس قبل الموسم دوت،
والناس كلها شافته وكان سبب في بطولات كتير. فبالتالي في الأهلي لازم يبان ويظهر، لأن هو جاي على نادي أصلا كسبان كل البطولات وهو ما كانش موجود معاه، لازم يبذل جهد. فهو ده سبب الغل اللي احنا بنقول عليه، ان هو قرص على نفسه دلوقتي عشان يطلع اللي عنده، لانه هو لاعب محترف ويعلم جيدا انه يعني لازم يكون بشكل معين، ليفل معين ما يقلش عنه طبعاً. خاصه في وجود منافسه شرسه، انت النهارده عندك 8 فرق ما انتش عارف مين وفرق معاها محترفين واجانب يعني اقوى كمان يعني بشكل بيقووا نفسهم بشكل دوري. طب كابتن شايف يعني ماتش الزمالك اللي جاي، خلينا نبص على المباراه اللي بعديها ان شاء الله، هتكون بره مش في ملعبك، شايف ايه المهم؟ ازاي مباراه زي دي وتبقى ماتشات الاهلي والزمالك مع كل احترامنا طبعا لو يعني بيبقى مباراه قمه وليها حسابات اخرى، شايف مطلوب ايه؟ ايه اللي احنا محتاجينه في مباراه الزمالك؟ هي طبعا بلا شك مباراه صعبه لانها على ارض نادي الزمالك، بس صعوبتها ان هي خارج ارضنا. لكن انا اعتقد لو شويه هي محتاجه هدوء وتركيز زي اللي حصل في الشوط الثالث والرابع هيبقى تكون المباراه سهله. اعتقد فريق الزمالك الموسم ده جاب مدرب لاعب اجنبي جيد، يعني ده الاضافه اللي هو قادر ان تضاف على نادي الزمالك الموسم ده. المحترف كان يعني انت قصد حضرتك ان هو جاب لاعب يعني يعوض الغيابات. لكن المباراه مش هتكون صعبه، عايزه تركيز وعايزه هدوء وعايزه تنفيذ التعليمات وعايزه قوه في الاداء. من جميع اللاعبين. طيب كابتن، هو برضو مباراه الاتحاد السكندري يمكن هي المباراه اللي اتلعبت معانا في نفس التوقيت، كانت الساعه 6 وخلصت 88 59 على ما يعني اخر حاجه جت لي او اخر ابديت، يعني الاتحاد السكندري فاز على طارق الجيش بفرق سكور كبير يا كابتن، دخل على 30 بونت. المباريات اللي بعد كده بدأ الساعه 8، فعشان كده مش عارفين نجيب النتائج لحضراتكم. الزمالك والتامين الساعه 8 والجزيره والجزيره والاتصالات تقريبا الساعه 8، ده دول الاربع لقاءات بتوع اليوم. وللاسف مش هنقدر نجيب نتائجهم، ليه؟ لانه الماتشات في وقت متاخر بعدينا باذن الله. يعني النهارده المباراه انت راضي على الاداء النهارده؟ انا راضي على المباراه، بس خاصه في الثالث والرابع، لكن الاول والثاني ما احنا كاستوديو او كنا متفقين، وحتى كابتن احمد جاري كان قال يعني اكيد، قال لك اكيد الناس مش راضيه عليها، لكن هي بدايه للمباريات القويه لازم نستغلها ولازم نستفيد ونبدا بالثالث والرابع في كل مباراتنا. راضي يا كابتن طاهر النهارده؟ أنا راضي عنهم حتى في الأول والتاني والتالت والرابع، لأن زي ما قلت أنا من وجهة نظر استراتيجية دي مش جاية عفوية، يعني قصدك إن ده سيستم هو عامله، فلازم يكون النتيجة الاهتزاز في الأداء بالظبط. يبقى طالما هو يعني الراجل شايف كده إن ده هيعمل له حاجات في المستقبلية، يعني ما عنديش مشكله تهز الاداء فيه شويه الاول والتاني في المقابل ان انا يعني هو بيعمل كده في الاولاني والتاني عشان عارف ان هو هيعمل ايه في الثالث والرابع وعارف ان هو هيكسب. مباراه الاتحاد خلصت 94 67، 94 نادي الاتحاد السكندري 67 نادي طلائع الجيش، ودي المباراه اللي كانت معانا في نفس التوقيت. المباراتين التانيين الساعه 8 اكيد مش هنقدر نعرف نتيجتهم اثناء الاستوديو، ولكن دي كانت نتائج مباراه النهارده في السوبر. طب كابتن خلينا نقول انه النهارده عندنا اصابات، عندنا سيف سبيل بره، عمر عزب عنده أطول شوية عمليه الزايده، لكن اعتقد سيف هيلحق مباراه الجمعه ان شاء الله. سيف يعني كان يعني في تصريح لكابتن احمد الجرحي قال انه، واعتقد ان سيف برضه عنصر قوي واساسي نعم في دفاع وهجوم النادي الاهلي منذ سنوات، بقى اكتر من فتره هو كابتن فريق، وطبعا لعيب مؤثر، لعيب مؤثر جدا فنيا كمان فنية. بصرف النظر ان هو كابتن فريق، هو لعيب مؤثر على مدى الثمان سنين اللي فاتوا، يعني شايل النادي الاهلي لفترات طويله، يعني معظم اللاعبين بقى لهم سنتين ثلاثه، هو من 9 سنين وهو من ولاد النادي الاهلي طبعا يعني. فطبعا رجوعه مكسب. يعني احنا بنتكلم النهارده 12 لعيب لعبوا، في عندنا 2 مصابين عمر عزب وسيف سمير، في عندنا ادي 14 لاعبين تاني يا كابتن، مين كان يعني مين عندنا تاني في القايمه غير الصغيرين
يعني شفت محمد خيري موجود، بس محمد خيري لسه صغير يعني هياخد فرصته لسه يعني بس 18 بس بيديله لعيب كويس ولعيب في عمر عماد جدا. عمر عماد كمان عمر عماد بيبت كويس وكان بطوله 20 من اسباب عمل شغل كويس جدا عمل شغل بس مش حد كده لان هي قايمه ناقصه اصلا يعني اصلا قايمه هو بيستعين باللعيبه اللي هم الشباب والناشئين والحمد لله احنا عندنا شباب وناشئين ما انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بنتكلم هنا 15 16 لعيب معاكم في محمد احمد سعد اللي هو يعني برضو من 20 سنه محمد احمد سعد من 20 يعني سنه يعني قصدي اقول لك ان هو عمل قوام حوالي 15 او 16 لاعب دلوقتي وفرقه هو كان بيشرف عليها وبيمرنها ساعات في اوقات السنه كابتن طاهر شايف الفرقه لسه محتاجه بوزيشن فور؟ طبعا ده بلا شك يعني لان احنا عندنا دروب في المكانين دول البوينت جارد واحد و واحد واربعه انا شايف محتاجه واحد واربعه مهم مهم وبعدين زي ما قلنا ان انت اوريدي بتحتاج اثنين او ثلاثه في كل بوزيشن في القايمه فاحنا شايف ان ما فيش حد اربعه صريح غير سدحان ولما تعور عبد الله ناصر كان في عندنا مشكله كبيره مش اربعه برضه صريحه يجيد يلعب في اربعه انما مش اربعه صريحه انما هو يعني خمسايه صريحه اضطريت بقى يعني تاخد عمر عمرو جندي وتحطه الاربعه فبرضك الموضوع في اللعب غير لما يكون عندك اربعايه صرف في هذا صرف ويبقى اطول من كده لحد ما وانت خدته بيلعب بره مثلا ليه نسبه شوط كبيره نزلته تحت شويه يعني يلعب. تحركاته مش زي يعني مش التحركات بتاعته الاصليه يعني فانت محتاج تبص لناس للموسم الجاي او لو في حاجه في يناير بس ما اعتقدش ان هي هتتم انما لازم ابص للموضوع ده كويس قوي حتى في الناشئين يعني اربعه ما فيش حد تقيل يعني ما فيش حد تقيل قوي فانت بتبص بقى حتى احنا اتكلمنا على اولادك اللي بره معداوي السلعاوي كل الناس دي وفي البوينت جارد برضك يعني في عندنا اعتقد ان ولتر مش هيقدر يستحمل ضغط المباراه دي بص يا كابتن انت بعد سنتين مش هيبقى عندك مشكله في واحد عندك كريم حاتم هيشيل ومحمد خيري هيشيل احنا بنتكلم احنا عايزين دلوقتي خلال السنتين يعني انت حضرتك كلامك للسنتين دول بس انا يعني بقول لحضرتك بقى نظره مستقبليه انت بعد سنتين بعد ما كريم حاتم يتقل ومحمد خيري يتقل انت ما عندكش مشكله في الوحدات هتظل مشكله الاربعه كابتن انت بطل فلازم تمشي على انك بطل ما تقدرش استنى سنتين لغايه لما صحيح فاحنا محتاجين واحد يريح وولتر ووجي او يدي او يعني طبعا يعني هو صراحه الجمهور مش هيصبر طبعا لو صبرنا احنا الجمهور معدل مش هيصبر معدل سنه كمان مش هيقدر خلي هو بالك هو كان عمر عزب اللي بيغطي دي الشهر يا كابتن النص او الشهر وشويه اللي هو هيبقى يعني ربنا يشفيه من العمليه وقومه بالسلامه ممكن تبقى فيه مشكله لان داخل على زمالك جزيره اتحاد نعم بس خلي بالك يعني يا كابتن برضو فانت بتقدر تغطيه باي حد ما انا هقول لحضرتك حاجه هو طبعا يعني انت الجد خلينا نتفق لسه ما جاش الجد هو الادوار الاقصائيه فانت هنا اللي عنده عمليه اللي عنده حاجه اللي عنده بتاع ما فيش مشكله ممكن ما تسمعش معاك قوي يعني السنه اللي فاتت عمر عزب جاله كسر في رجله في انكل رجله مع المنتخب منتخب مصر مش في النادي ورجع وخد وقته ونزل وكان ليه دور كبير جدا في حسم بطوله الدوري يعني قصدي اقول لحضرتك ان انت عندك اللي تقدر بس كلام حضرتك مظبوط 100% انت بتدور على بطوله فانت مش هتقدر تستنى سنتين لما لا انت عايز حد يسد لك الموضوع دلوقتي وتبقى عامل شورت تيرم بلان ولونج تيرم لونج تيرم الله ينور عليك يبقى انا الشورت تيرم عايز لعيبه جاهزه تيجي تشيل تخش في المنظومه بسرعه وكابتن طاهر لفت لعيبه النادي الاهلي اللي بره اصلا كمان كابتن هيثم ان اللي هم اللي انت حضرتك هتستناهم سنتين دول موجودين معاك وبيلعبوا في فرقهم وبيتمرنوا معاك وبياخدوا فرصتهم تمام ياخد بالك يعني انت ماشي في الشورت في اللونج تيرم بلان مفيش مشكله مفيش مشاكل فانت محتاج لعيبه وكابتن طاهر اشار ان لعيبتك اللي بره سواء اعاره سواء عقده خلص لعيبتك اللي معاك كانوا ممكن تبص عليهم ويبقى الاستعانه بيهم في بوينت جاردز انا بتكلم الدهشان مثلا محمد مصطفى من عندنا محمد مصطفى عماره وعماره
يعني كل الناس دي هم اولادك. النادي الاهلي في قطاع الناشئين يا كابتن عمل طفره جديده. يعني انت في اسكندريه، يعني ما بتكلمش على مصر التامين والاتصالات والجيش والظهور، ظهور فرقه الاهلي اللي هم الناشئين والجيش فرقه الاهلي والجيش فرقه الاهلي الجيش فرقه الاهلي اتصالات في نصها فرقه الاهلي مروان وابن عماد رأفت رأفت يعني في رأفت عماد اسكندريه اهي عماره وده صحيح صحيح يا كابتن. الوقت مر سريعا، مبروك يا كابتن، بشكرك كابتن طاهر راجب الله يبارك فيك يا كابتن. الله يخليكم، احنا اللي بنشكرك على النشاط الملحوظ ده والتغطيه الشامله لقناه الاهلي لكل الالعاب الصالات يعني. شكيل لحضرتك كابتن طاهر، كابتن سلعاوي بشكرك نورتني وشرفتني. انا شكرا متشكرين كابتن هيثم، ونتمنى التوفيق في مواقع قادم ان شاء الله والخير للنادي باذن الله. اعزائي المشاهدين، انتهت جوله اليوم بفوز النادي الاهلي، نتمنى الفوز دائما ابدا. بنفكر حضراتكم بكره مباراه القمه في الكره الطائره الاهلي والزمالك على صاله الامير عبد الله الفيصل في تمام الساعه 8 مساء باذن الله، وسينطلق الاستوديو التحليلي الساعه 7. بندعوكم تتابعونا ان شاء الله على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا لحضراتكم، وتابعونا مع جوله جديده من جولات استوديو. شكرا جزيلا.